رجعنا لحضراتكم مرة تانية. فقرتنا الحوارية المهمة دي أكيد مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي، لأن معانا اتنين من نجوم يعني موقعة 27 نوفمبر الأفريقية التاريخية، والحقيقة يعني لعبوا دور كبير جدا وبارز في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا. حصن الدفاع الأهلاوي المنيع اللي نجح إنه يعود بالنادي الأهلي لمنصات التتويج الأفريقية مرة تانية. نجم أيمن أشرف والنجم ياسر إبراهيم، بنرحب بيكم مرة تانية وتالتة وتسعة على التوالي يا كابتن ياسر. بنرحب بيك وبنرحب بالكابتن هاني وبنرحب بمشاهدين قناة النادي الأهلي. مشرفينا النهارده. بنورك يا كابتن، ربنا يكرمك. ما شاء الله، يعني أنتوا الاثنين ما شاء الله. ياسر طبعا يعني أنا كنت بقول عليه دايما، يعني لو يسمح لي يعني أنا شايف إنه كان هيبقى هاني رمز الثاني، بقى تفوق على هاني رمز بصراحة. لا طبعا، لا لا بجد خالص، هاني رمز يا كابتن ما شاء الله. لا ده وسام على صدري والله يا كابتن. لا حبيبي، لا والله. بنقول لكم مبروك طبعا أولا، وثانيا المشوار البطولة كان طويل قوي، ودايما إحنا ما بنحبش، أو في بعض الناس بتقيم البطولة بالمباراة الأخيرة، لكن إحنا بنقول كان مشوار طويل أكتر من 15 شهر. مر عليكم ازاي يعني مشوار البطوله ايمن؟ هبدا بيك. لغايه ما وصلت للمباراه النهائيه بكل ما يحاط بها، انها مباراه تاريخيه اول مره تقام على يعني من مباراه واحده، يعني مشوار البطوله كده سريعا لغايه مباراه نادي الزمالك. والله طبعا في البدايه يعني زي ما انت قلت يا كابتن، مشوار مش من النهائي بس، يعني من اول بطوله المشوار كان صعب. بدايه الادوار التمهيديه، بدايه الادوار المجموعات، بعد كده بنقابل فرق قويه جدا، في المجموعات بتقابل برضو فرق قويه، فالماتشات كلها كانت صعبه. يعني احنا لغايه الوصول للنهائي كان صعب، لكن احنا قدرنا الحمد لله. يعني السنه اللي فاتت، يعني انا هرجع بحضرتك شويه ورا، السنه اللي فاتت احنا خرجنا بشكل مش كويس شويه، بس خدنا عهد على نفسنا ان احنا في بدايه الموسم دوت ان احنا نقدر نحقق بطوله افريقيا، والحمد لله يعني قدرنا في الاخر نحققها، يعني في ظل الحاجات الصعبه اللي احنا مرينا بيها. صحيح. يا ياسر، عايزك تكلمني الاول عن شعورك كده واحساس الفرحه دي، انت اكيد شايفه في كل يعني عيون الناس بصراحه. يعني كلمني بقى عن احساسك انت الشخصي والناس بقى اللي انتوا كنتوا سبب في اسعادها كمان. انا بعد الماتش ما كنتش عارف انا بجري رايح فين. طبعا عيط، انا ما كنتش في وعي بصراحه ساعتها، فلا احساس ما يتوصفش بصراحه. احساس صعب، واول مره احس الاحساس ده، يعني اخد بطوله كبيره زي دي ومع النادي الاهلي بصراحه، فدي حاجه مشرفه لاهلي ولاولادي، وده هفضل احكيها لهم يعني على طول. فلا طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه الرجاله قوي. الحمد لله قدرنا ان احنا ربنا يكرمنا ونجيب بطوله صعبه، كنا عند الوعد الحمد لله. كنت عند الوعد، واحنا فخورين بيكم ايمن وياسر طبعا، بتقدموا موسم اكتر من رائع. ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ايمن اشرف وياسر ابراهيم، في مرونه تكتيكيه عاليه ما بينكم جدا، في انسجام ملاحظ لافت للنظر حتى على يعني الصعيد الشخصي. انتم ما شاء الله عليكم اصحاب قوي قوي قوي. ما شفتش كابتن هاني بيشاور من ورا، كانوا مع بعض في فين المرونه دي؟ فين المرونه دي؟ انا مش شايف ايوه مرونه. لا في مرونه واضحه جدا جدا، انا عايز اعرف سر الانسجام ده. هل ما اعتقدش ان هي تعليمات من الجهاز الفني؟ انتوا اكيد بتقعدوا مع بعض، اكيد في كلام كتير قوي ما بينكم يا ياسر. لا انا وايمن من زمان قوي، من في سموحه كنا مع بعض، وعلى طول في تواصل دايما مع بعض، حتى لو لما جه الاهلي وانا لسه في سموحه كنا بنتكلم دايما على طول، وكنت باخد رايه في حاجات كتير وهو بياخد رايي في حاجات كتير. لا ايمن من الشخصيات المحترمه بصراحه، ومش عشان قاعد، لا من الشخصيات المحترمه بصراحه. غنوا على بعض انتوا الاثنين. لا لا مش قاعد. لا خلي بالك، من الشخصيات المحترمه جدا والله، بغض النظر عن اي حاجه ثانيه، هو صارف محترم. لكن بنتكلم على النقطه، المركز ده بالذات، المركز السرد باكين، كان عندنا شويه مشاكل ايمن فيه يا ياسر، كان يعني الاصابات كانت كتيره قوي، والمركز ده اتغير. انت عارف المركز ده عايز اتنين بيلعبوا تقريبا الموسم كله، لو واحد خارج واحد داخل ما بقاش في مشكله. لكن محمود متولي، سعد سمير، بتتكلم على رامي ربيعه، ايمن ساعات باك شمال وساعات سرد باك، انت ياسر كمان مريت بظروف اصابه وبتروح وتيجي، لكن الثنائي اللي انتوا عملتوه، ويمكن بان فيه الهارموني، بان فيه التفاهم بشكل كبير جدا. يعني عملتوا ده ازاي؟ اولا ممكن يكون تدريب، ممكن يكون كلام،
وممكن يكون زي ما انت بتقول انتوا اوريدي لعبتوا مع بعض في سموحه، بس انت كنت بتلعب باك شمال. لا انا لعبت، كنا كابتن حلمي طولان كان اوقات في ماتشات افريقيا بره كان بيلعبنا انا وهو ياسر اتنين مساكين مع بعض، فكنا بنأديها بشكل كويس، فاحنا كنا بنستعيد الذاكره شويه مع بعض قبل ماتش الزمالك. قلت له عايزين نستعيد الذاكره كده ونفوق مع بعض عشان فوق لي كده. كنت بتقول ايه كابتن ايمن؟ كان ايه الكلام؟ كنت بتقولوا ايه؟ لا يعني كنا بنتكلم في الماتش يعني ما ينفعش يجي فينا جون خالص طول الماتش، لازم نحافظ على احنا ممكن نجيب في اي وقت. وده اللي يعني هو جه فينا جون، هو جون حلو يعني هو جون شكله حلو، لكن بس قليل يعني قليل الاجوان دي قليل يعني هو قليل الاجوان دي، لكن في توفيق كبير في الجون. لكن احنا انا وياسر اعتقد ادينا بشكل كويس طول الماتش، كان التركيز بيني وبينه كان دايما كلام ما بيننا وبين بعض، خاصة كمان ان يعني انتوا لعبتوا نادي الزمالك قبل كده وكان دايما دارسين، وطبعا الجهاز الفني بيكلمكم ان من نقاط القوة الكروسات، مصطفى محمد بيلعب بدماغه كويس، فايه اللي كانت دايما بتتكلموا مع بعض؟ دلوقتي خلاص مفيش، انت مع مصطفى وانا مع حد تاني، انتوا اكيد بتتكلموا. في اتفاق قبل الماتش. عايزين نعرف عملتوا دي ازاي؟ ما ينفعش المهاجم يبقى في وسطنا احنا الاثنين محدش ماسكه، لازم واحد فينا اللي ناحيه الكوره بالكلام طبعا الاقرب. اقرب على طول، ودايما يا ايمن في ظهرك تكير، روح انت انا هغطيك، الكلام اللي هو كلام الكوره كانت لعيب كوره كابتن وعلي. طبيعي. روح انت انا هغطيك، لا استنى اطلع شويه كده، الكلام ده. وقبل الماتش كنا منبهين مع بعض، متفقين على كل حاجه هنعملها في الملعب ازاي، فانت بتنزل الملعب اوريدي حافظ كل حاجه، المسافه مش بعيده، اللي هو انا مثلا عارف اعمل واحد انت هتعمل اثنين، انا اعمل اثنين انت هتعمل ثلاثه كده انا وايمن، فالحمد بس لله. بس انت بتذاكر يعني برضو كويس اكيد المهاجم مصطفى طبعاً. محمد من اللعيبه المميزه جدا طبعاً. بس طبعاً. بالرغم من تميزه انت يعني لا عرفت تلعب عليه وعرفت ما تحسسناش، يعني حتى كمان لما كان بيتكلم دلوقتي كابتن هاني عن عدد الاصابات يمكن سبقهم سعد سمير كمان، بس ما حسستوناش انتوا الاثنين في انه في نقص عددي حتى في الدفاع. مصطفى محمد انت لعبت عليه بشكل كبير جدا وهو لاعب مميز، ازاي ذاكرته؟ اكيد انت بتذاكر المهاجم ده يا ياسر. انا لعبت عليه قبل كده ومصطفى لما انا كنت في الزمالك مصطفى كان طالع من الناشئين لسه معانا، فانا كنت عارف مصطفى وعارف كويس قوي، ولعبت عليه وانا في سموحه كان هو لسه في طنطا او الجيش تقريبا، لعبت عليه قبل كده كمان. انا لعبت على مصطفى وكان عاره طلع عاره نادي طنطا والجيش عليه وعارفه كويس، ولعبت عليه وانا هنا برضه هو في الزمالك، لعبت على مصطفى كتير يعني انا حافظه وعارف تحركاته ازاي، ومعظم الفرقه من ورا بتلعب على مصطفى فرقه الزمالك. ما مش يا اما محطه بيسندوا عليه يا اما كروسات من فانا وايمن كنا متفقين مع بعض في الحته دي، انا هطلع طبعا انت خطوتين تحتي، ان انت هتطلع كده بالكلام بس. طيب يعني اكيد الماتش عدى عليكم متغيرات كتير قوي يا ايمن، يعني بدايه ان انت بتجيب جون بدري فده بيبقى ادفانتج بالنسبه لك، شفنا فيه تراجع شويه، ناخد بعد كده جول شيكابالا وبعدين ناخد كره حسين الشحات وبعدين ناخد كره زيزو في العارضه، ففي متغيرات وفي احداث سريعه جدا في المباراه. عايز اعرف يعني انتوا الاثنين كنتوا بتكلموا ازاي بعض في الاحداث ديت، وكنتوا انا عارف السردباكات دايما ما بتسكتش يعني حتى بكلام مع اللي قدامكم، قضيتوا الفترات الصعبه في المباراه ازاي؟ والله احنا اصلا قبل الماتش يعني اللعيبه كلها اتجمعت واتكلمنا قبل الماتش، وطبعا الشناوي بما انه كابتن فريق وانا وسعد، فاتكلمنا في النقط اللي احنا ممكن في يعني في متغيرات في الماتش، ممكن يجي في جون بدري، ممكن انت تجيب جون بدري فتقدر تعمل ايه، يعني انت ممكن تجيب جون والتاني وراه وممكن بعد كده سيناريو المباراه بيبقى في متغيرات شويه. اللعيبه لو ما كانتش قبل الماتش مذاكره الكلام دوت او حافظه ان احنا ممكن يبقى في متغيرات كنا ممكن الدنيا تفتح مننا شويه، لكن الامور عدت الشوط الاولاني بشكل طبعا الاداء ما كانش كويس قوي بالشكل المطلوب بشكل النادي الاهلي اللي احنا كنا ماشيين عليه. بعد الجون الاول بعد الجون الاول بتتكلم تحديدا بعد الجون الاول بعد جون عمرو بعد الجون الاول بعد اول 10 دقائق الاداء بتاعنا رجع ليه بقى اطمنتوا ولا كنتوا عايزين تحافظوا على الجون؟ يمكن حتى سالنا السؤال ده افتراضي للاعيبه الكبار اللي سبقوكوا، بس انتوا بقى ايه يعني كان احساسكم في الماتش ايه وانتوا بتلعبوا؟ والله انا وجهه نظري من ناحيه الافتراض ده احنا ممكن نكون خوفنا على الجون شويه فتراجعنا، لكن هو ما كانش تكتيك او حاجه يعني المدير الفني ما طلبش مننا كده، احنا كنا بنحاول نزق الناس لقدام، فلا يعني كان في تراجع شويه، كان في خوف شويه ان احنا يجي فينا جون نحافظ على الجون على الاقل مثلا 10 دقائق وربع ساعه،
فبدا يعني بدا اوتوماتيك من غير ما تحس في الملعب. اه بالظبط كده. بتيجي في الملعب انا عارف، وكنت يمكن في فترات كده انت نفسك بتحس انك بتتراجع من غير ما تحس، يعني بتحس ان ما الضغط العالي ما بقاش موجود. وده وارد يا كابتن، وده وارد في الكوره ياسر زي ما النهائيات كلها والماتشات الكبيره كده، انت بتعرف في في في, في اسوأ حالاتك انك تكسب وتطلع بالماتش. دي حاجه من صفات الفرق الكبيره، ده حقيقي، ان انت مش يومك مثلا او انت مش فايق او حاسس ان في معاك لعيبه مش فايقه بس تعرف تكسب الماتش. بس احنا في بدايه الشوط الثاني لما اتكلمنا مع بعض بين الشوطين يعني الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاولاني بكتير، ورحنا كذا مره على الجول وكان عندنا خطوره قدام. فلا يعني الشكل بتاعنا الشوط الثاني كان مختلف. عشان الكلام حسيت بيه اول ما الكوره جت في العارضه بتاعت الشيخ. والله انا بصينا بعض، انا قعدت اقول كلام ملوش لازمه طبعا، اتعصبت جدا. قلت له ايمن هو شافني متعصب جدا، اهدى اهدى والله ربنا شايلنا في الاخر وهنجيب جون في اخر الماتش. انت قلت له كده؟ انا اتعصبت جدا، اتعصبت وقعدت ازعق. بس اهدى ده خير ربنا شايلنا في اخر الماتش. يعني يبقى حد تقريبا من نادي الزمالك وقع بعديها فاللعبه اتوقفت، فانا اتعصبت جدا وكده وقعدت ازعق، فهو قال لي اهدى وربنا شايلنا في الاخر ان شاء الله. انت حسيت بكده ياسر؟ يعني انا دايما انا هقول احساسي، وانا قلت يمكن امبارح احساسي دايما واحساس بعض اللعيبه ايمن بيحس خلاص النهارده مش يعني الاحساس ده بيوصل. الكره دي لو ربنا رايد كانت هتيجي، انا حسيتها كده وانا بتفرج على الماتش. يعني هو كابتن شويه ان النهايات الفرص بتبقى قليله شويه، لان الفرق لما بتدافع 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 بالتزام قوي طبعًا. بتدافع فالاجوان بتبقى صعب ان هي تيجي، فلما يجي لك فرصه سهله زي دي وتضيع طبعا هو يعني يعني عدم توفيق طبعا. حسين كان عايز يحطها، لكن هو الواحد شعوره من جوه ان هو كان عايز الجون ده يجي يطمن شويه. بطريقه غريبه انها تيجي في العارضه وبعدين تيجي في انا قلت هتيجي في محمود علاء يعني عارف تدخل في العارضه ومحمود علاء وتخش. انا قلت كده والله، فجاه لقيت الكره اوت وحسين واقف، انا ببص انا بجري احتفل لقيت الكره. لا وبعديها كابتن بعديها بشويه كنت فاكره جون، كنت فاكرها جون والله. انت ياسر خلاص كره جون. وبعديها بشويه زيزو في العارضه، فالواحد لا يعني في حاجه غلط لسه في عمل بقى خلاص يعني في حاجه خلاص. بس انا كان عندي يقين. اليقين ده يا ياسر كان جاي لك منين بقى؟ انا حاسسك بان احنا هنكسب وتطمنه. والله مش عارف، حتى انا اديت لقفشه في الملعب قبل ما يشوط الكوره دي، قلت له قفشه خلي عندك ثقه في نفسك، والله انت اللي هتكسب، انت اللي هتجيب الجون، انت لعيب كبير. قلت له الكلام ده والله يعني ده حصل قبل ما يجيب الجون على طول بخمس دقائق. هو قال لي كان الكلام دوت خاصه بعد الفاول اللي شاطه وجت جنب المقص ديت. هو حتى قفشه كان معانا امبارح جاله بقى الاحساس انه ممكن جدا قرب، يعني هو قرب من الجون شويه. الحمد لله اكيد الحمد لله طبعا يعني وقعت قلبنا شويه بس الحمد لله. وخلي بالك الفرحه الحلوه بتبقى يعني بعد مباراه صعبه. واكيد تحضيركم للمباراه، واسالكم برضو في التحضير للمباراه كان عامل ازاي على النوع النفسي، ويعني قعدتكم مع بعض وانا هكلمكم يعني بكل امانه لاني كنت حاسس ان في توتر زياده عن اللزوم شويه في المباراه، بدايه المباراه بالذات. فتجمعكم استعدتوا ازاي نفسيا للجزء دوت، والفرحه بقى بعد يعني بعد نهايه بعد المباراه كان شكلها عامل ازاي، يعني خاصه في جوه في اوضه اللبس. انا عايز بس اشكر كباتن الفرقه في حاجه واحده. اتفضل يا ياسر. والله ايمن واحد منهم. لا بصراحه عملوا مجهود معانا جامد قوي مع الفرقه كلها، كانوا قافلين معانا بشكل كويس قوي في المعسكر. ما فيش حاجه على السوشيال ميديا تنزل، كانوا بيفكروا تفكير كله ايجابي مع الفرقه. واحنا شناوي وايمن وايمن وسعد طبعا، واحنا رجعوا بالسلامه خلاص على ابواب رجوعه، وكمان بنتمنى له الشفاء. خلصت عليك سعد سمير. كمل يا ياسر. كباتن الفرقه كان لهم دور ايجابي، واحنا كلاعيبه كنا بنستوعب كلامهم وبناخد بكلامهم، خلاص ده الصح يتعامل على الفرقه كلها خلاص. فطبعا انا حابب اشكرهم واقول لهم عملوا معانا مجهود يعني الحمد لله، ومعاهم في كل حاجه ان شاء الله في ظهركم دايما. كان قفشه امبارح بقى بيتكلم على انت ليك طقوس كده لما بتركز بيبان عليك. حمدي فتحي. قول لي بقى تركيزك ده يعني انت يعني بتمسك السبحه السبحه دي هي فين السبحه؟ بتبرق ليه؟ هي بتبرق ليه؟ انا كنت عايز اسال السؤال ده. بتبرق ليه؟ انا عندي طقوس كده ان انا ببقى مركز شويه مع نفسي، مش بحب حد يهزر معايا، مش بحب اهزر قبل الماتش بالذات ولا ايام المعسكر كمان. لا دخلت المعسكر بدري، يوم الماتش كده من بعد المحاضره كده. يعني شويه ببقى مشدود شويه، ببقى بفكر كتير وببقى مركز وببقى وبشرب القهوه. ايوه وبيعمل لحمدي فتحي حمدي اللي بيعمل قهوه. قهوته انا قلت قهوته حلوه جدا،
يعني ايوه كويسه جدا. والله العظيم لخبطنا. لا هو كل واحد عنده طقوس. لا انا عندي طقوسي، لا يعني عندي طقوسي كده بتبقى في يوم الماتش بالذات ببقى هادي، مش بتكلم كتير، حتى ببعد في الاوضه، حتى مش بتكلم في التليفون كتير، ممكن اتفرج على التلفزيون شويه، حتى مش بخش على السوشيال ميديا كتير على يوم الماتش، ببقى مركز في شغلي، يعني بركز اعمل ايه مش هعمل ايه في الماتش. فهو دوت اللي بيخليهم يقولوا انت بتبرق. لا مش بتبرق، انا مركز بس في الماتش. انا على فكره ببرق في حاجتين، وانا مركز وانا تعبان. يا انت لازم تفهم، يا مركز يا تعبان. احنا عارفين ان بين الشوطين كابتن شناوي طبعا دخل واتكلم كلام، يعني ما كانش بيضغط، كان بيحفزكم، كان عايز يعني ايه يعني ترجع. لا انا كنت في الحمام والله. لا ده كنت عايز اسال عليك انت. انت كمان من كباتن الفريق. ايوه ما انا اول ما خرجت من الحمام كان هو خلص الكلام، فانا طلعت اتكلم بقى مع اللعيبه، يعني فرد ما اتكلمتش بصوت عالي. عملت ايه بقى؟ قول لي بقى، اتكلمت مع مين؟ كنت اللي حريص تتكلم معاهم مين كمان من مع الخط اللي قدام، لان هم عندهم قدره ان هم يوصلونا على الجون ويكسبونا. يعني عندي اجاي عنده يعني اجاي عنده امكانيات هايله، حسين الشحات، قفشه، مروان، الاربعه اللي قدام عندهم امكانيات هايله، يقدروا يوصلونا في اي وقت، فهم اللي كانوا يقدروا يكسبونا في اي وقت. فعشان كده اتكلمت مع قفشه لوحده، واتكلمت مع حسين لوحده بين الشوطين. بين الشوطين اتكلمت مع اجاي وقلت لهم انتوا لعيبه كبيره طبعا. قال الواجب هو الشناوي، الشناوي امبارح هو عني في اللعيبه. يعني هو انا سامعه من الحمام عني في اللعيبه كويس. بقول له الشناوي انت قلت ايه للعيبه؟ قال لي بالظبط يا كابتن اللي انت قلته بعد مباراه جنوب افريقيا مع المنتخب. قلت له خلاص يا شناوي انا مش عايز اعرف، مش عايز خلاص كده، انا عارف انت قلت ايه. لكن دور مهم جدا وعرفنا طقوسك. كنت بتقول ايه لمروان؟ عايزين نعرف بس طقوسك يا ياسر. يعني لا انا ببقى مركز برضه. بتبرق؟ لا ما برقش الحمد لله. ليك طقوس معينه تحب تعملها يوم الماتش قبل الماتش؟ انا بحب اقعد في اوضتي، ما بطلعش من اوضتي. ما بتطلعش من الاوضه؟ مش غاوي التلفزيون خالص، ان انا اشغل التلفزيون لا، انا بمسك الموبايل اكلم ولادي قبل الماتش، عندي يعني ملك واحمد وسلينا، وبكلمهم قبل الماتش طبعا على طول، بتفائل بيهم ووالدي ووالدتي، وبس بفضل قاعد بقى في الماتش وتركز بقى. انا ببقى خلاص يعني. ولادك قد ايه؟ كام سنه؟ ملك 4 سنين واحمد 2 سنة وسلينا 1 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. لعيب الكوره ده بس لسه قدامك. ثلاثه جم ان شاء الله، ثلاثه ولسه لسه. مالك ومالك؟ انت مالك واستقصدته كده ليه؟ مالك حاطه في دماغك كده ليه؟ عندي 2 بس. طب شد حيلك يا موسى. لا كفايه الحمد لله، فارس وفاطمه الحمد لله. ربنا يخليهم لكم يا رب وتفرحوا بيهم ان شاء الله. وكنت بتقول لي بكلمت حسين ومروان ومين؟ وقفشه واجاي. وقفشه واجاي. كنت بتقول ايه لمروان يعني؟ لا يعني كنت بشجعه بقول له احنا نقدر ونحاول تاني، وقدام نحاول نجري شويه قدام ونضغط من قدام شويه. فطبعا هو كان رده ان احنا نقدر ان شاء الله وكده، وما تقلقش بتزق بس انت من ورا مع ورانا وكده، واحنا يعني ان شاء الله يعني مركزين وان شاء الله ننزل نكسب. يعني هي الفكره كمان انتوا بتحسوا ان الرباعي اللي قدام دوت بيشيل عليكم كمان موضوع الضغط شويه، يعني هو بيديك الثقه يا كابتن. يعني بالظبط. وكان اوقات كتيره بكل امانه كنا بنحس ان حتى في الاوقات العاديه بتاعتهم ان انتوا خلاص الكره بتوصل للثلث الاخير ما بترجعلكوش بسرعه، لكن للاسف المجهود المضاعف برضه عشان الناس تفهم ان الخط اللي قدامك قد ايه مهم، انك بيشيل كمان عنك انت طول الوقت، عندك بريشر وطول الوقت بتجري. فكلامك لمروان انه كمان ما يعني حتى لو ما سجلش لكن يشيل شويه، يبقى في ماسك كوره. النقطه دي هتاخدني تاني ان الناس ما تنساش مروان والاداء الجيد جدا والاهداف الجميله اللي عملها من خلال مشوار البطوله، ما ننساش حسين الشحات، ما نفتكرش بس اللحظه الاخيره وضياع الضربه. حسين عمل اهداف عظيمه جدا جدا، يعني هما الاثنين من الاسباب طبعًا ان احنا نوصل لنهائي. الناس لازم تفهم كده برضه طبعا يعني. اللحظه الاخيره مش هو المشهد الاخير، لا في حاجات تفاصيل. في تفاصيل قبل كده حسين قام بيها، مروان قام بيها، حتى وليد سليمان، ديانج، حتى في لعيبه مش قامت بادوار، متولي برضه الاصابه يعني. حتى برضه لازم نفتكر مستر فاير برضه، لان هو لان هو ليه دور برضه. مساعد طبعا اللعيبه دي طبعا، وساعد برضه قبل الاصابه، ولعيبه كتيره. اهم حاجه سعد ما سابكوش يا ايمن. سعد ما سابكوش. سعد لو دخل يا كابتن انا هقوم اسيب البرنامج. انت مفاجاه. لا بعد اذنك ما يخشش النهارده ده، ممكن ما يستاذناش في الدخول.
لا سعد قوي بيحب ايمن قوي. لا سعد راجل ومن كباتن الفرقه لكن كمان روحه حلو قوي يعني. جدا جدا هو من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. وهو من 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 يعتبر من جيلي انا. من جيلك. يعني انا كنت متصاعد معاهم منتخب شباب حضرتك كنت ماسكه. من الشخصيات المحترمه جدا بره الملعب وراجل يعني من الناس اللي هي الرجاله اللي صحيح. تقدر تعتمد عليها حتى في حياتك يعني. بالظبط. يساعدك في اي مشكله ليك. انت بتضحك على ايه؟ على سعد. وتنسى على سعد. بص بيبص لسعد ازاي؟ رقص كابيلو رقص لا عزل عزل سعد. ما كنتش في اللقطه دي لا انت ولا هو صح؟ لا احنا كنا بنعمل حاجات ثانيه انا وياسر. بيرقصوا في حته ثانيه. لا سعد من الشخصيات الرائعه جدا وبيحب النادي جدا وعلى فكره رقص الخواجات كلهم قليل لما تلاقي حد من النوعيه دي. احنا بنرقص بقى بره هنا. الحاجه الثانيه اللي كنتوا بتعملوها. بالظبط. حضرتك وحضرتك. اضحك اضحك يا ياسر. دي الحاجة التانية اللي كانوا بيعملوها الناحية التانية. فرحة فرحة حلوة فرحة جميلة طبعا فرحة جميلة طب أقول لك أيمن من الحاجات القليلة إن سعد كمان مش مقيد في البطولة الأفريقية وبتحس إن هو يعني يعني فرحان جدا وروحه كابتن مع الفريق قلبه مع الفريق بالزبط. دي حاجة مهمة دي من الأسباب يا كابتن اللي كسبتنا الناس اللي بره كلهم قلبهم مع الفريق يعني محمد محمود مصاب جاي متولي مصاب جاي رامي يعني لا رامي كان معانا في الماتش لكن انا بتكلم اللعيبه اللي جايه من بره قلبهم على الفريق حتى الناس اللي كانت قاعده في بيوتها برده بتتفرج صحيح. وليد بعت لنا وديانج بعت لنا قبل الماتش وشد حيلكم وصالح كل التفاصيل دي كابتن هي اللي بتكسر لسه هسالك يا ياسر التفاصيل الصغيره ديت يمكن الناس بتبص بس على ال 90 دقيقه او بتبص لو في 120 دقيقه في تفاصيل صغيره كده بتفرق فريق عن فريق بتفرق عن الفريق البطل صح وفريق البطوله الحاجات الصغيره انت بتتكلموا عليها ان الفرقه كلها حتى اللي بره معاكوا العمال بتحس باحساس مختلف عن اي فرقه يعني انت لعبت فيها يعني طبعا أكيد. طبعا البطوله ما بتجيش كده يا كابتن يعني البطوله انا مش بطل من فراغ لا التفاصيل الصغيره ديت هي اللي بتفرق معاك في كل حاجه في الملعب في 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 جول التفاصيل الصغيره ديت يجيب لك جول يشيل جول تخبط وتطلع هي الحاجات دي اللي بتفرق التفاصيل الصغيره دي وطول ما احنا مع بعض لما واحده دي بتفرق دي بتفرق قوي اللي بره زي اللي جوه اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش بيبقى كله روح واحده دي بتفرق معانا كلنا وانا شايف دي والله في الفرقه كلها معظم الفريق بتاعنا كله في اللي هو كله بيبقى خايف على التاني بلعب ما بلعبش انا خايف على وقلبي على اللي في الملعب ببقى خايف عليه اكتر من نفسه والله فدي بتفرق معانا الحمد لله ده حقيقي ده اللي بيميز النادي الاهلي الحمد لله ده اللي بيميز النادي طبعًا. الاهلي طبعًا. احنا عندنا فاصل في البيت الكبير ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع النجمين الكبار الكباتن ايمن اشرف وياسر ابراهيم لسه مع ابطالنا وافرحنا بالبطوله الافريقيه كابتن ايمن روح الساعه 3 ما عرفتش روح ايمن والله العظيم قول لي قول لي روحت ازاي ورؤيتك ويعني للجماهير الكبيره جدا اللي كانت موجوده في الشوارع وقد ايه ده بتعكس كمان فرحتك وبتحس بقيمه الشغل اللي انت عملته والمجهود اللي انت عملته انت وزمايلك طبعا على مر 15 شهر يعني والله يمكن يا كابتن زي ما انت بتقول انا مروح الساعه 3 3 ونص تقريبا يعني فرحه الجماهير دي بالنسبه لي حاجه كبيره انا يعني يمكن انا فرحه بعد الماتش حسيت ان انا خدت نهائي افريقيا لكن اول ما ركبت الاتوبيس وماشي في الطريق لا يعني انا فعلا خدت بطوله افريقيا الناس كلها في الشارع مصر كلها مليانه جماهير اهلي الاتوبيس يعني ماشيين الساعة 11 ونص 12 الا ربع من الاستاد واصلين النادي الاهلي الساعة 2 ونص يا ايمن انت قبل يا ايمن ما تخرج للشارع حسيت ان انت اتوجت بالبطولة في الاستاد بعد جول قفشة ما حسيتش بال 70 80 مليون لا اوعى تقول بصرخ فما كنتش سامع ده الدنيا كانت مقلوبة في الاستاد مع ان كان العدد قليل انت زي ما حسيتش لا انا الاحساس بصراحة يعني كان كبير شفت ده في الجماهير وانت ماشي وانا ماشي يعني وانا ماشي كده الموضوع كان مختلف والعربيه اللي كانت تتكسر بس الحمد لله كانوا كانوا بنهزر معاك يا كابتن بعد ايه لان الناس لا الناس طبعا مبسوطه وانا كنت فرحان يعني ونزلنا يعني نزلت معاهم اتصورت مع الناس والناس قد ايه مبسوطه فالواحد كان فرحان يعني فرحان جدا الشعور كان يعني الواحد عمره ما ينسى اليوم دوت في يعني حتى لو نحكي الاجيال اللي جايه ونحكي لاحفادنا ان شاء الله لو لنا عمر يعني فدي حاجه كبيره ان شاء الله الحمد لله يعني. ياسر روحت الساعه كام يا ياسر؟ برضه في الحدود دي 3 ونص 4 كده كان ابن خالتي بقى اللي خدني من الاستاد قلت بقى اروح بقى بدري شويه لا برضه الدنيا كلها كانت مقفوله خالص
زحمه جدا، جمهور الاهلي كان في الشارع ما شاء الله كتير جدا، فلا احساس حلو قوي، حلو قوي صراحه. مفيش حد وقفك وقال لك كلمه؟ في ناس حتى ايمن يعني، في جمهور وقفكم؟ في ناس اتكلمت معاكم؟ في جمله ما تنسوهاش بعد ما وانتم في الطريق مروحين تفتكروا حد قال لكم حاجه ما تنسهاش يا ياسر؟ لا هو كان كله لا انا بصراحه العربيه كانت متفايه والله، ما حدش شافني الحمد لله، ما حدش شافني الاخر يعني. لا هو كل عربيته كانت هتتكسر. كل اللي كان بيقابلني يعني حبا طبعا. لا لا طبعا طبعا، وفداهم والله العظيم. لو بقول لك في ناس امبارح راحت والله مش ما كانش عندها دعوه والله العظيم ولا اي انفيتيشن، وراحت بس على امل ان هي تدخل وتحضر وتشجع الفريق. عارف كده، عارف ان في جمهور كان مستقبل. انا عارفك هتقول بقى فداهم والله، والله من قلبي بقول فداهم، فداهم العربيه ورحت بزيس وبعدين تطلعش من الجراج ده يا كابتن. اسال على كابتن هاني، على تطلعش ده. لا والله يا كابتن، بس والله فعلا حقيقي يعني الفرحه اللي احنا شفناها في قلبهم كانت فرحه كبيره يعني. ياسر كم بطوله مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي ياسر؟ اربع بطولات. كاس سوبر، 2 دوري، وافريقيا. كم سنه؟ سنتين اربع بطولات. ايمن اعتقد 8 ولا 9؟ 8 ان شاء الله باذن الله. اللي جاي ان شاء الله نقدر نحاول يعني ان شاء الله باذن الله. ومن اللي جاي هاخدكم بقى لطموحاتكم واستعدادكم للي جاي. خلاص احنا نعرفه طبعا، النادي الاهلي بيقفل على طول يعني. بنفرح يوم يومين، لكن عندنا كمان مشوار الكاس، عندنا ماتش صعب اكيد مع نادي الاتحاد، وكمان مستنينا ان شاء الله. ممكن وارد جدا يوم 5 ديسمبر يكون في قمه ثانيه امام نادي الزمالك. فشغلكم ازاي الفتره اللي جايه واستعداداتكم واحلامكم ايه يعني؟ والله اذا ما حضرتك لا اتكلم حضرتك. لا ماسك الحديد المايك دي الفرصه ايمن شويه، دي الفرصه اتكلم. خلاص لا فرحنا خلاص فعلا، دي صفحه. حتى الكابتن محمود احنا في الاجتماع، كابتن محمود الخطيب طبعا قال لنا هو ده قداركم وهو ده النادي الاهلي. تفرح خلاص، تاني يوم بتقفل الصفحه دي، تفكر في البطوله اللي بعدها. طبعا نفكر في الماتش الجاي على طول يوم الثلاث، الاتحاد فرقه كويسه وفيها لعيبه كويسه طبعا. طبعا هنفكر في الماتش ده وهنبدا بقى نذاكر الماتش ده. انا طبعا قبل اي ماتش لازم اشوف المهاجم اللي هلعب عليه وبذاكره يعني. الجهاز الفني بيعمل لكم الكليب بيعمل، بس انا بدخل برضه لوحدك. بدخل اجيب مثلا مقاطع فيديوهات كده واشوف تحركاته مميز في ايه، التحركات بتاعته عامله ازاي، وبشتغل عليها يعني. الاتحاد فريق قوي طبعا، وليس ولات وجولات بالذات في الكاس طبعا من السبعينات تقريبا. احنا معانا الفنان الكبير قوي العاشق للنادي الاهلي النجم صبري فواز. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ صبري، الف الف مبروك. مبروك ليكم، مبروك للنادي، ومبروك لكل الحبايب النادي الاهلي، ومبروك ليكم انتوا كمان كجماهير وفنانين. انا بشوف حتى يمكن يعني بعض من كتاباتك عن النادي، بشوف قد ايه حبك للنادي ده من زمان، مش حب كده يعني مشجع وخلاص للنادي، لا من قلبك صبري فواز، من قلبه بيشجع النادي الاهلي فعلا. عشان ده حب العمر يعني، احنا كنا بنتجمع عشان نتفرج على الماتشات ونتابع ونعمل يعني، ده حب طول العمر يعني. اكيد كان لقاء يعني لقاء تاريخي امام نادي الزمالك، وبطوله غاليه جدا جدا علينا. شفت المباراه ازاي؟ شفتها فين؟ وكانت الاجواء في لحظتين، انا هقول لك لحظتين، لحظه يعني هدف مجدي قفشه، واللحظه طبعا لحظه هدف شيكابالا. عشتهم ازاي اللحظتين دول؟ كنت بتفرج في البيت، و الجول الاولاني لما جه بتاع السولية انا كنت يعني عارف فكره التوتر اكتر من الفرحه، ما اعرفش ليه توتر. علشان يعني الهدف بدري هيبقى عامل سخونه جامده للماتش يعني، فعشت متوتر جدا. وساعه ما جه جون شيكابالا طبعا يعني كان متضايق ان جه جون يعني، رغم انه جون حلو قوي يعني. طبعا. بس فضلت عندي اليقين اللي عند كل الاهلاويه طول الوقت ده، انه لا هيحصل، احنا اتربينا على كده في الاهلي انه ما فيش حاجه صعبه، ومهما كان هيحصل. لحد ما حصل بقى بجون قفشه، وهو تحس انه مش جون، تحس انه قفشه.
ده حقيقة ده حقيقة يعني جون في توقيت ولا أروع بصراحة. عظيم عظيم شكله وتوقيته وحاجة كده تفرح يعني. وتحية كبيرة جدا جدا لاثنين الفرسان اللي معاك. أيوة كده اديهم حقهم. يعني يا جماعة انتوا عملتوا حاجات عظيمة في الماتش ده بجد. يعني كفاية انهم محيدين هجوم الزمالك طول الماتش. ربنا يخليك يا فنان والله، وبنشكرك على الكلام الحلو دوت، ويعني مبسوطين انك معانا يعني. ده انا فرحان جدا، ده انا مسميها التاسعه اللسعه. حلوه يعني. التاسعه كانت غاليه علينا لانها مرت بظروف صعبه يعني. المباراه كمان ما كانتش مباراه نهائي افريقيا عادي، احنا بنتكلم على نهائي افريقيا تاريخي بيتلعب في مصر ما بين فرقتين من مصر من مباراه واحده وامام نادي الزمالك، فكل العوامل دي خلتها مباراه تاريخيه مش هتتنسي اكيد من ذكريات اللعيبه ومن ذكريات النادي الاهلي. يعني لما يبقى لاول مره في تاريخ القاره ناديين من دوله واحده فيحق يبقوا الاهلي والزمالك طبعا طبعا. دي حاجه تشرف، ودي تخلي يعني التاسعه حلوه قوي عن بقيه البطولات الحقيقه، يعني ان هي من فم الاسد. تحية كبيرة لفريق الزمالك برضه، تحية كبيرة له أكيد طبعا، هي من فم الأسد، دي حاجة حلوة فرحنا أكتر. اختلاف مستوى الأهلي من قبل وبعد كورونا خلى البعض يشكك في أنه ممكن النادي الأهلي يعني يفوز بالبطولة دي. كان عندك الشك ده أو يعني القلق ده؟ كنت متخوف من فكرة التوقف اللي عمرنا ما توقف، الحياة كلها وقفت يعني. كان عندك الشعور ده ولا لا؟ كنت على يقين أنه الأهلي سيفعلها. هو دايما يعني معرفش، الأهلي هو اللي عودنا على الحكاية دي، أنه دايما بيدينا امل ودايما يعني ما بنيأسش، هو طول الوقت مع ربنا على كده. فبقيت طول الوقت الواحد جواه يعني امل دايما، جواه يقين انه هيحصل حاجه حلوه. يعني ما هو احنا طول عمرنا بنعمل الحاجات دي وفي اخر ثانيه وبنعمل حاجات معجزه الحقيقه يعني. فالواحد طول الوقت بيفضل عنده هذا اليقين يعني. دايما ان شاء الله للنادي الاهلي في بطولات وانتصارات، وان شاء الله تكون موجود معانا دايما في انتصاراتنا. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا هنا في البيت الكبير يا فندم. شكرا استاذ صبري فوز، شكرا ليك، الف الف مبروك. مسحه الكاف عشان كانت قبل الماتش بساعات قليله جدا يعني، كنتوا قلقانين من ان لا قدر الله طبعا. حد يطلع فيكم مصاب بعد الشر يعني بالفيروس. كنتوا كلموني عن لحظه قبل المسحه يعني وانتوا داخلين تعملوا مسحه الكاف. لا احنا قبلها طبعا كنا كلنا متفقين يعني، كله بيحافظ على نفسه ودايما ننزل بالكمامه المعقم ايدي على طول. داخلين على بطوله مهمه فمش عايزين نخسر اكتر من كده لعيبه يعني، كفايه الكابتن وليد واللعيبه الثانيه. وكان كله دايما قبل المسحه ديت يا جماعه، انا مثلا بعدي على قفش على طول قبل ما اروح الاوضه، اوضتي جنب اوضتي، نسيت الماسك في مره وانا رايح، قال لي الماسك بتاعك فيه قفشه اللي بيقول على طول بنذكر بعض دايما، ده انت مش لابس الماسك بتاعك ليه ده كده. فلا كان عندنا طبعا كل واحد خايف على التاني وخايفين على بعض قبل ما ندخل على المسحه بتاعت الكاف بالذات. فالحمد لله يعني قدرنا، طلع الثلاثه بس الحمد لله، صالح وكهربا الحمد لله رجع لنا وجالنا على الماتش الحمد لله. ده كمان كابتن ايمن خوفك كمان انك ما تكونش موجود في مباراه تاريخيه زي دي طبعا، يعني بتحافظ على زميلك وبتحافظ على نفسك في اجراءات، وكنت ماشيين بشكل اكتر من رائع فيها، وكابتن سيد كمان يعني كان مركز قوي الجهاز الطبي على الاجراءات الاحترازيه. لكن كمان القلق اللي بيحصل لك انك منتظر النتيجه مثلا، عملت المسحه ومنتظر بقى النتيجه. والله انا عشت دوت يعني، انا كل شويه اكلم دكتور خالد ايه الاخبار المسحه ايه الاخبار المسحه، لان انا كنت قلقان ان انا ما اكونش في ما اكونش في ماتش تاريخي زي دوت، ما اقدرش احقق بطوله زي ديت. هتتكتب لي طبعا لكن في ماتش وجودي في وانا بلعب ليها طعم تاني. يعني الحمد لله كان كمان دور وليد سليمان كان اكتر من رائع من خلال عدم حتى وجوده معاكم في المعسكر، لكن كان بيبعت لكم رسائل وكان دايما واقف في ظهركم بشكل كبير جدا، وده يعني ميزه النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي. نرجع بقى تاني للماتش، اللحظات الصعبه اللي مرت حكينا عليها، لحظه برضو انا دايما بحب اشوف اللحظه الاخيره لكل الرياكشن يكون مختلف عن كل لعيب. اول ما الحكم صفر عملت ايه؟
انا قلعت بالظبط وصف لي بالظبط. انا قلعت التيشيرت ايوه وصرخت وبجري من الفرحه. يعني انا عمال اصرخ عمال اجري في اي حته من الفرحه، مش مصدق ان انا حققت التاسعه للنادي الاهلي، اسمي من الاسماء اللي هتتحفر في تاريخ النادي الاهلي في البطوله دي. وكان نفسي من يعني من زمان، يعني من ايام ماتش الترجي اللي هي السنه اللي قبل فاتت كنا قريبين، وبعد كده الحمد لله يعني ما خدناهاش. لكن كان نفسي ناخد البطوله ديت، فالفرحه طبعا كانت من جوايا شعور رائع. وصاحبك اللي شايلك لا لا انا سبته بقى، انا ما شفتوش ده قبل ما الماتش يخلص. قال له الحكم ادى كام دقيقه؟ قلت له خمس دقائق. لازم يسال طبعا. خمس دقائق. قال لي طب عدى قد ايه؟ قلت له تقريبا دقيقتين او دقيقتين ونص. قال لي بقى ثلاث دقائق. قلت له هي هجمه الكره حمدي فتحي جت في النص شالها الحكم صفر. انا ما كنتش عارف انا فين اصلا، يعني انا كنت نايم باين في الارض او حمال عيط وبعيط عيط ويجري. انا غصب عني والله لقيت نفسي بعيط كده. وانا كمان كنت بشوف النهائيين اللي فاتوا النادي الاهلي ما كنتش لسه موجود. ما كنتش موجود في النهائي. بتبقى صعبه قوي لما توصل للنهائي وتعمل مشوار طويل وتتعب فيه جامد وما تاخدش البطوله، فبتبقى صعبه قوي. ودي كانت الثالثه انا حسيتها من اللعيبه وبتتكلم معانا قبل الماتش. قبل الماتش قبل الماتش كانوا بيتكلموا يا جماعه احنا وصلنا نهائيين وعايزين يعني نرجع الذاكره لورا، شوف بعد الماتش احنا بنبقى عاملين ازاي. فعايزين نعيط من الفرحه مش عايزين نعيط من الحزن. يعني اتكلمتوا مع لعيبه الزمالك اصحابكم؟ هم انا كلمت محمود حمدي لما عرفت ان هو جاله كورونا. محمود من الشخصيات المحترمه بنشي طبعا. كلمته طمنت عليه قلت له الف سلام عليك ان شاء الله تبقى كويس. يعني الفيروس ده حاجه صعبه، فاهم حاجه الواحد يبقى صحته كويسه ويبقى سليم عشان ولاده واسرته واهله، فما بتمناش لحد بصراحه. يعني اكيد الماتش ده كمان من الحاجات اللي كانت بتحفز ويعني وهتكلم فيها واخد رايكم فيها، ان الماتش دوت بثلاث بطولات. يعني ماتش واحد بتاخد فيه بطوله افريقيا ان شاء الله، مباراه السوبر الافريقي كمان، كاس عالم للانديه. اول مره ايمن ها ان شاء الله اول مره ان شاء الله اول مره اول مره اكون في كاس عالم للانديه. كنت موجود مع كابتن حسام قبل كده بس ما كنتش في افريقيا وما سافرتش معاهم في كاس عالم. ما سافرتش معاهم كاس عالم للانديه. لكن اول مره ان شاء الله هسافر، يعني ده لو ما فيش فيروس كورونا. لا ان شاء الله. احنا مش عارفين هيخلص امتى. انت تكون مستعد وخلاص طبعا. الواحد يحافظ على نفسه وتشدد من الاجراءات. تعمل ايه يا ابني مع يونجبيسكي يا ابني؟ تعمل ايه؟ ربنا يعيننا ان شاء الله. ومولر هتعمل معاه ايه؟ لا ربنا، انا بحبهم جدا بصراحه. لا بغض النظر بقى عن اللي احنا ان شاء الله هنلعبهم. لا احنا مش عايزين التمثيل مشرف. طبعا كاس عالم مش عايزين التمثيل فقط مشرف. لا طبعا عمر ما النادي الاهلي عمر ما النادي الاهلي كان كده. احنا دايما النادي الاهلي لما بيخش في بطوله بيبقى دايما بيدور على ان هو يبقى هو رقم واحد. طبعا البرونزيه طبعا اعتقد النادي الاهلي اول يعني النادي المصري الوحيد اللي لعب في كاس عالم الانديه وحصل كمان على المركز الثالث. دي خبرات ودي ان شاء الله السته لينا باذن الله. وزي ما انتم تابعتوا كمان البايرن، يعني البايرن انا لو مكانكم اتمنى طبعا ان العب البايرن. يعني طبعا 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 اتمنى طبعا ان العب البايرن. نتمنى نقابلهم باذن الله. عايزه اتكلم بقى في فكره عوده الدوري تاني. انا مش عارفه اتكلم بسببكم والله ولا هاني رمزي، يعني يا جماعة اول مره يمشي فقره ضحك بس، يعني نظرات كده رايح جاي مش فاهماك بالحقيقه. كابتن هاني كان مدربي على مراحل فانا عارف نظرات هاني دي فاهمه والله العظيم. وصل لي بس في حاجات زي ما انت قلت في التليفون امبارح ما ينفعش تتقال. صح واخد بالك هو من نظرات العينين. الفترة اللي عدت في توقيت كورونا والتوقف ده مع عودة استئناف الدوري مرة تانية، طبعا كان في يعني ناس كتيرة جدا، يعني في ناس طلعت واعترضت، واحنا طبعا كان نادي الأهلي كان موافق على عودة استئناف الدوري عشان اللحظة دي يا ياسر. قد ايه ده ساعدكم او فاتكم ان انتم تتوجوا النهاردة ببطولة افريقيا؟ انا كده شاورت على ياسر وانت كمان ليك نفس السؤال. انا اللي بدي المايك ياسر. لا انا عايز اقول ان ده بان تاثيره في ماتش الوداد. يعني شفت الدوري المغربي ما كانش شغال، الدنيا هناك ما كانتش. لا احنا طبعا هنا اشتغلنا، كان عندهم اصابات بالجمله. كان عندهم اصابات كتير قوي، الدنيا هناك ما كانتش، فده بان التاثير في الماتش. اصابات كانت هناك كتير جدا واحنا عندنا هنا كانت الدنيا الحمد لله لحد ما كويسه. لا فبان الاعداد بتاعنا كان كويس والدوري اشتغل ورجع.
كله رجع فورمه الماتشات بتاعته تاني واتمرنا والنفس رجع والحمد لله كل حاجه بقت تمام يعني. بس كنا بنتمرن طبعا فتره كورونا قبلها، كنا بنتمرن اونلاين مع بعض اوقات ساعات قليله قوي يعني يعني ساعه تقريبا في اليوم، مش زي او ساعه رجع فورمه زي الطبيعي يعني. لانه الحمد لله رجع فورمه ما شاء الله والله بجد، لان كنت بتمرن كل يوم فتره الكورونا. كنت بتمرن كل يوم. لا واللعيبه كلها كانت لعيبه النادي الاهلي كلهم كانوا بيتمرنوا، كله كان بيتمرن بيتمرنوا كل يوم فتره الكورونا يعني 3 شهور تقريبا او 3 شهور ونص كنا بنتمرن كل يوم قبل ما نرجع التمرين. وكنا عاملين زي تحديات كده بيننا وبين بعض، نبعت كل واحد نبعت فيديوهات لبعض كل واحد يعني كل واحد يعمل تمرين معين وحد يزود شويه في التمرين. ده ساعدكم بشكل كبير لما رجعتوا ما خدتوش وقت انك يعني طبعا انت عارف اللي بتقعد كتير خاصه الناحيه البدنيه بتاخد وقت شويه، فده ساعدكم كتير بالظبط كده كابتن. هو ساعدنا بشكل كبير يعني، ساعدنا ان احنا اول ما رجعنا تقريبا قعدنا اسبوع يعني بدل ما نقعد مثلا اسبوعين نجري بس او فترات تحملات كتير، لا احنا قعدنا مثلا 4-5 ايام فترات تحملات كتير وبعد كده دخلنا على الكوره على طول عشان اللعيبه كانت بدنيا واقفه على رجليها وبتتمرن. يعني كنا بنتمرن يعني في بيوتنا، ممكن ما يكونش نفس التمرين بتاع الفرقه مع بعض لكن على الاقل انت راجع مثلا 50% على الاقل 50% على الاقل، وال50 الثانيه بتبقى موجوده بعد كده في التمرين يعني. وفادتك التدريبات الفرديه ديت في العوده بعد كده ان انت يعني ما كنتش مريح خالص، فالموضوع هتبتدي لسه من الصفر، هتبتدي لسه من الاول وجديد، فالموضوع بيبقى اصعب بكتير يعني. ايوه بدل ما فعلا ما ابتديناش من الصفر، لا 50% 60% ما خدناش وقت كبير على ما رجعنا، لا احنا اتمرنا اسبوع بالظبط. عايزين هتكلم معاكم في جزئيه مهمه جدا، المرحله الانتقاليه السريعه ما بين بايلر وموسيماني دي كانت مرحله مهمه جدا جدا اعتقد في تاريخ البطوله ديت، وازاي اتعامل معها مجلس اداره النادي الاهلي باحترافيه كبيره. هتكلم معاكم في النقطه دي، نقطه مهمه جدا، بس بعد الفاصل. نروح لفاصل ونرجع مع ابطالنا ابطال النادي الاهلي. والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي، اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر، وكفايه على الاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول السطر الاهلي. انا قفش على التليفون. ايوه ياسر ابراهيم أفشا. بقى والكلام اللي قاله لك قبل الجون منورنا يا قفشه. مش عارفين يا ابن علي صوتك ليه؟ انت حبيبي يا قفشه. كابتن هاني مساء الفل يا حبيبي، ازيك يا كابتن؟ مساء الفل عليك، مبارك ايه يا نجم؟ اهلا بيك يا قفشه، وحشتوني من امبارح والله يا جدع. والله العظيم وانت كمان هتفضل توحشنا. نورتنا. هتفضل توحشنا يا قفشه. عايزين نعرف منك يا قفشه بالظبط 5 دقايق قبل الجول، او نتكلم على ياسر كان بيتكلم معاك وقال لك او انك هتجيب جول او حاسس انك هتجيب جول. يعني طبعا عايز اقول لياسر مبروك، هو وايمن طبعا عاطفه افريقيا، هم الاثنين عارفينه في الكواد انا بحبهم يعني، حتى احنا دايما مع على طول مع بعض يعني. هو لسه لسه ياسر على طول بيصلي معايا، بس هو اللي بيصلي بيا بصراحه. ياسر هو اللي بيصلي بيك؟ لازم، هو الكبير. طبعا طب دي حاجه كويسه يعني. لا طبعا. فاحنا قبل في اصلا ياسر هو بيصلي معايا قبل الماتش يا كابتن، كان بيقول لي انت ان شاء الله هتجيب جون وكده هتكسبنا. فاتفاجئت احنا في الماتش كانت حوالي الدقيقة 75 او 80 تقريبا، مش فاكر بالظبط، يعني قبل الجون. هو بيقول في الدقيقة 80 بالظبط، هو كان باصص على الشاشة يعني. فهو ياسر لقيته جاي لي بيقول لي قفشة انت اللي هتكسبنا وهتجيب جول ان شاء الله. اتفائلت بقى اتفائلت بقى، حسيت ان لا يعني لازم اعملها انا بقى. لا ما هو الكلام ده بيدي ثقة وبيدي راحة نفسية يعني، هيبقى لعيب معاك في الفريق وبيتكلم معاك كده، هو واثق في امكانياتك وواثق ان انت ممكن تكسب، فعشان كده هو قال لي كده. مظبوط مظبوط. وبعدين ياسر يعني من الناس اللي انا بحبها جدا، ولعيب كبير، وجاله فتره يعني جاله فتره كان ماشي كويس جدا وما بيلعبش، ما عملش مشاكل ولا حاجه، دايما بيتمرن وبيجتهد،
لحد ما عندناش حد يعمل مشاكل يا عم لو ما لعبش ما عندناش لا لا ما عندناش حد بيعمل مشاكل المشكله في ايمن اشرف يا كابتن ايوه اتفضل معاك ايمن المشكله كلها في ايمن يا كابتن المشكله يا قفشه اي حاجه على ايمن اشرف يا كابتن المشكله في ايمن يا قفشه المشكله فيا مش فاهم اتكلم يا ابني عليا لا لا ما اقدرش يا كابتن قفشه راجع نفسك في سبحه ها الكابتن بتاعك وايمن وجايب جون في النهائي فما اقدرش اكتبت ايمن غير هو قائد ايوه بالنسبه لي انا ملاحظ حاجه في الموضوع اتفضل يا كابتن انا عمال تقول ياسر كلمك في الدقيقه 80 وقال لك وعمل لك وانت يعني قطعت كلامي اللي انا اتكلمت معاك وبين الشوطين لا ما قطعتش ما شفتوش يعني ما سمعتوش انا سمعني طيب انا ما كابتن سالني على ايمن على ياسر ما سالنيش عليه الله. طيب ماشي اسالك كابتن بالنسبه لايمن اشرف كان ليه دور يا قفشه كان ليه دور بين الشوطين قال لك حاجه بين الشوطين طيب تمام ايمن لا اتفضل كلمني طبعا ده ايمن بين الشوطين اتكلم معايا وقال لي انت لازم تفوق اكتر من كده عشان انت لما تفوق هتفوقنا لازم انت اللي تكسبنا هو اتكلم معايا كتير بصراحه انا بقول لك يا كابتن هو ايمن وياسر احنا دايما قاعدين مع بعض وحتى في المنتخب كنت انا وايمن قاعدين في اوضه واحده مع بعض هم اخواتي بصراحه وانا بحبهم جدا بصراحه يعني هم الاثنين شخصيه طيبه ومحترمين وضحك وهزار مع بعض وقت الهزار هزار وقت التمرين تمرين فانا بحبهم هم الاثنين بصراحه يعني هم الاثنين اخواتي الكبار ما هو ياسر لسه كان بيقول انا ما بعديش يعني على اوضتي غير لما اعدي على قفشه مش عارفه سمعت ده ولا لا قبل ما تدخل على التليفون لا بس والله ما سمعتش بس هو دي حقيقه يعني لازم احنا انا وياسر على طول هو انا اوضتي قبليه هو دايما في الفطار في الغداء في العشاء في الصلاه في الكلام ده هو بيعدي عليا وانا امشي معاه على طول مع بعض على طول على طول انا حاسه ان ايمن تقيل على قلبك مش عارفه انا بلاحظ انكم ملتزمين قوي ما شاء الله انتوا الاثنين بتصلوا جماعه مع بعض وما بتكلمنيش تقول لي تعالى صلي معانا يا ايمن يا حبيبي انا ملاحظ يعني هو ما تسالش السؤال ده عشان يجاوب طب جاوب ايمن بالنسبه لي قائد وكابتن فريق كبير قلتها قبل كده لا غير لا غير وقالت قبل كده شوف حاجه ثانيه انا خايف يا كابتن شوف حاجه ثانيه جماهير الاهلي هيزعل لو انا قلت على ايمن حاجه لا طبعا ايمن ما يتقالش عليه غير كل خير يعني احنا عارفين العلاقه ودي خلي بالك قفشه هي دي العلاقه وهي دي الروح اللي بتكسب يعني في اوقات كتير جدا بنتكلم بكل امانه بمباراه نادي الزمالك يمكن كان الاقل فنيا كان النادي الاهلي لكن الروح ديت والجو اللي انتوا عايشين فيه خلال المعسكر والتقارب ومش بس كلام في الكوره لا بتصلوا مع بعض وبتاكلوا مع بعض وممكن جدا تنكتوا وتضحكوا مع بعض الروح دي بتنعكس جوه الملعب من خلال قائد فرقه زي ايمن او الشناوي لما بيقول لك حاجه انت بتحس انك كمان متحمل مسؤوليه لما ياسر يزعق من ورا ويقول يا جماعه لازم نكسب يبقى بتحس بالبوش ده موجود فكل دي عوامل ممكن الناس ما بتشوفهاش وممكن ده مش متشاف للي بيتفرج على الماتش يا قفشه لا طبعا يا كابتن انت عارف حضرتك يعني الكلام ده يا كابتن هاني مطلوب اللي انت تلاقي حد اكبر منك يكلمك حد يحفزك بس زي ما قلت حضرتك قلت هي دي الروح وهي دي الحاجات اللي بتكسب الفرقه بس اللي بيجي يتكلم بيتكلم بحدود بيتكلم بادب طبعا اكيد احترام عشان انا اسمعه اكيد هو ده هي دي الحاجه المهمه اللي عندنا يعني بصراحه كل الناس الكبيره اللي في الفرقه محترمه وبيوجهوا اللعيبه بشكل كويس محدش بيسيء لحد والكلام ده كله عشان كده بنبقى مبسوطين حتى لو واحد زعل في الفرقه لحد طبيعي بنسمع منه عشان هو بيزعق لصالح الفريق اللي هو يترسم على لعيب معاه في الفرقه صحيح مستعد لماتش الكاس يا قفشه ان شاء الله عندنا معسكر بكره ان شاء الله باذن الله استعداداتك ليه امر لا البطوله بتاعتنا ان شاء الله بس نعدي ماتش الاتحاد الاول ان شاء الله وبعد كده بالظبط ان شاء الله شايف المواجهه ازاي بين الاهلي والاتحاد يوم الثلاثاء ان شاء الله لا ماتش صعب جدا على فكره لان هم كمان غيروا الكابتن حسام حسن دلوقتي اللي ماسك انا لعبت مع الكابتن حسام حسن في بيراميد فلا الماتش مش هيبقى سهل يعني الماتش هيبقى صعب جدا واحنا يا رب كده احنا خلاص يعني عايزين ننسى كمان الماتش خلاص انت قفلت صفحه وبتفتح صفحه الكاس دلوقتي بالظبط كده مش عايزين بقى اللي احنا نرفع دماغنا فوق اللي احنا خدنا بطوله خلاص لا احنا ما عندناش الحته دي ان شاء الله ننزل نركز في ماتش الاتحاد ونلعب افضل ما لعبنا في ماتش طبعا ان شاء الله اكيد بطوله تديك حوافز ودوافع جديده خلاص صح لان بإذن دايما الله. بعد ما تاخد بطوله لازم تبقى كويس عشان تثبت اللي انت خدت البطوله دي انك كويس انك خدتها كده وقد تقابل الزمالك خلاص في القمه يعني في الدوري ممكن تقابلهم في نهائي الكاس قصدي في نهائي الكاس فان شاء الله كل التوفيق ليكم مباريات واللي جاي اصعب عارفين اللي جاي اصعب بس احنا كلنا امال وثقه كبيره جدا فيكم يا قفشه التوفيق كالعاده قفشه اكلت الكبده الجملي ولا لسه قفشه لا اكلت امبارح 24 ساعه ماشي يا قفشه
ماشي. بعد البرنامج كلت على طول يا كابتن. ماشي بالهنا والشبع حبيبي. انا والشبع كبده بيعشقها بيحبها يعني 24 ساعه ممكن ياكل كبده جملي. ايوه بس ما شاء الله محافظ على جسمه بشكل عام. شكلها بعد الماتش على طول كان بيقول لنا امبارح ما عزمكش ولا مره ولا يعزمني هو بيقول لي بس بصراحه ما بروحش. لا عزمني مره بصراحه وقال لي عليها بس انا ما رحتش بصراحه. مين اللي غلوليش التسعه لحد دلوقتي؟ شغلوا لها التسعه يعني. ساعتها بدل ما شبكه تستاهلي التسعه في الاهلي. أغنية خطيرة يا جماعة بجد. برحب بكم مرة تانية في البيت الكبير معنا الكباتن الكبار جدا اللي شرفونا ورفعوا راسنا ورفعوا راس النادي الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم. برحب بكم تاني. بنتكلم عن فكرة بقى أنا كنت بتكلم بس المرحلة كان معلش قبل الفاصل المرحلة كانت مهمة قوي كنت عايز أعرفها منهم هم استقبلوها إزاي وكانت ممكن الناس كانت بتقول هتأثر كتير جدا جدا على الفوز بالبطولة. مرحلة انتقالية ما بين فايلر وموسيماني. قرار فايلر أو هو النادي الأهلي طبعا قال خلاص العقد انتهى وبالتالي مش هتجدد عقده واستخدام بعدها بيومين بس موسيماني. قضيتوا الفترة دي ازاي كنت بتفكروا ازاي فيها أيمن؟ والله هو اللي ساعدنا في النقطة دي كابتن سامي تليفون. طب قبل ما تتكلم معانا تليفون هو اللي هياخده برضه. طب قول ألو يا كابتن. ألو 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 دكتور اذا توت راي عامل ايه بس يا راس عامل ايه يا لوكا كابتن لؤي وائل مساء الفل عليك حبيبي يا كابتن هاني مبسوطه معاك ومع هشام وفريق النادي الاهلي طبعا وبمسي على ايمن وياسر طبعا يعني حبيبي يا لؤي حبيبي يا لؤي دول بقى كابتن يعني مش قادر اوصف لك لؤي الصاحب المقرب لايمن اشرف كده والله العظيم يعني لو اتكلمت مع لؤي تحس انك بتتكلم مع ايمن اسرارنا مع بعض هما الاثنين واحد حتى في طريقه الكلام والهزار والضحك واحد يعني احنا من الصحاب المقربين ليا يعني اخويا يعني من فترات طويله يعني. فترات طويله لا احنا بالك قد ايه لؤي بتتلخبط ما بيننا يعني دي حقيقه بيتلخبطوا ما بينكم ها يا لؤي تقول ايه للكابتن ايمن طبعا يعني والبطوله التاسعه الغاليه شفت الماتش ازاي تابعته ازاي ردود افعالك اتصلت بايمن قبل الماتش بعد الماتش قول لنا برضو قضيت ال 48 ساعه ازاي دول لا طبعا كان حاله توتر طبعا بالنسبه لي انا شخصيا يعني مش طبيعيه يعني عمال اقول ربنا يكون في عون اللعيبه طبعا على الضغط هم كتير والمسؤوليه كلمت ايمن قبل الماتش قلت له يعني ما فيش حل غير ان انتوا ان شاء الله تكسبوا انتوا هتزعلوا 70 مليون واحد لا قدر الله ماتش طلع بنتيجه سلبيه وقال لي لا احنا عارفين واللعيبه كلها على قد المسؤوليه واللعيبه كلها عارفه والله مثل ما انا بقول كله مركز وكله عارف هيعمل ايه وكلنا عايزين نعمل حاجه للجماهير دي عشان ما حدش يروح متضايق ومحدش يزعل ولا يبات متضايق خالص وفعلا والله يعني انا كنت باين على ايمن وباين على اللعيبه كلها حتى لو الكره مش ماشيه بس بتمشي رجوله يعني اللعيبه بتلعب بكل قلب وكل روح وكان شفتهم ان هم يعملوا حاجه فعلا يعني اي نعم ايمن يعني كان ماشي مش هقطع فيه بس عشان بحبه بس بص انت حسيت انه خد راحتك انا اتحركت من مكاننا عشان عارف انك هتقطع لا هو الجاكيت بس ملفت شويه بس الجاكيت ملفت شويه افتح الجاكيت الجاكيت اللي هو لابسه ماله حلو كده طيب بتتفرج يا لؤي لؤي لا ايمن صارف يا لؤي ما تقلقش في صرف خلاص مالي يا كابتن عامل شعره وحالق ده مظبط في صرف في صرف يا ابني انت عايز مني يا ابني ولا كده عاجب ولا كده عاجب كمل يا لؤي انت لؤي ابن من ابناء النادي الاهلي وعايزك توصف لي بقى شعورك في الدقيقه 85 مع قفشه لا انا نطيت من على الكرسي انا كنت قاعد مع اصحابي بتفرج كتبتهم وقعدت نط في المكان اللي كنت بتفرج فيه يعني من الفرحه بصراحه انا كان هيجي لي حاجه في قلبي ساعه الكوره بتاعت حسين لما جت في العارضه وردت بس الحمد لله ربنا كرم بكره قفشه الحمد لله ان هي دخلت ويعني بصراحه عملت احتفال ما حسيتوش من ساعه الجول بتاع كابتن ابو تريكه في 2006 يعني نفس الاحساس كان شبهه كمان بالظبط 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 ونفس الصعوبه بالعكس الماتش ده يعني اصعب بكتير من ماتش 2006 بالنسبه لي ماتش اصعب كتير عشان كان حيثياته كتيره جدا بس الحمد لله اللعيبه كانت رجاله كلها بلا استثناء من اول الشناوي لحد مروان قدام اللعيبه اللي نزلت وياسر وايمن بصراحه ما شاء الله عملوا ماتش كويس جدا كانوا متالقين كالعاده يعني الحمد لله كان قلبك حاسس
ان احنا ان احنا هناخدها السنه دي. كان قلبك حاسس امانه الثالثه ثابته بقى ان خلاص اتوقع ان شاء الله يعني. واللعيبه ما شاء الله كانت في ثقه وفي اداء، فالحمد لله حسيت ان الدنيا لا الكره عايزه الاهلي، فالحمد لله دي كانت بتبقى باينه يعني في كور كتير ان الكره لا ان شاء الله يعني هتمشي مع الفرقه يعني. وقد كان الحمد لله وربنا كرم بالتسعه بعد 7 سنين ان هي تبقى موجوده في النادي يعني. فالحمد لله ان تيجي على ايد الجيل ده يحطوا اساميهم في التاريخ كلهم ويبقوا موجودين مع النجوم الكتيره اللي خدت البطولات دي، فاعتقد ان دي يعني حاجه كبيره جدا تكتب لهم يعني. صحيح. عايز تقول حاجه دلوقتي؟ عايز اقول له بفكره لما كنت عنده في الجونه، انا اللي كنت موصله الاحساس ده. كنا بنتكلم على الماتش النهائي دوت، فبيقول لي انتوا يعني تركيزكم عامل ازاي وكده. قلت له ان شاء الله هناخد البطوله يعني، انا عندي احساس. ده كان امتى ايمن بقى؟ ده كان قبل ماتش، قبل ماتشين توجو اللي هو قبل المنتخب على طول. قبل المنتخب قبل سفر المنتخب. قبل سفر المنتخب كان عندنا 3 ايام اجازه، فانا كنت قاعد معاه في الجونه. اوكي. قعدنا شويه مع بعض كده، كنت عنده. فقال لي لا يعني، قال لي شعورك ايه وكده. قلت له لا ان شاء الله انا حاسس ان احنا هناخد البطوله دي. فيمكن وكان وشه حلو عليا يعني. قضينا اجازه كويسه مع بعض. بتقولها من ورا قلبه. وقت في الاجازه. وقت في الاجازه والله. اه طبعا انا تمام. عزام طبعا على اكله سمك عالميه انا عارف اكيد. طبعا. ده اساس يعني. لؤي طبعا، لؤي انت طبعا واحد من ابناء النادي الاهلي، و اكيد كل بطوله كمان بتزيدك انت كمان اصرار وحماس ان شاء الله تقدم موسم طيب كمان السنه اللي جايه. نعرف برضو اخبارك ايه، وان شاء الله بنشوفك يعني في فورم عاليه. انا عارف انت سردباك على اعلى مستوى، فيك لعبك شبه ايمن شويه، فطمنا عليك برضو شغال ازاي الفتره دي. لا الحمد لله والله يا كابتن، ان شاء الله لسه راجع من اصابه الحمد لله، لسه داخل مع الفريق. كنت بتأهل بسبب الاصابه كانت عندي في بيتي، بس الحمد لله راجع الحمد لله بشكل كويس. نلعب ماتشات وديه، فان شاء الله السنه دي تبقى عامل سنه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله تنقلني المكان كويس ان شاء الله، وشرف لاي حد يكون موجود في النادي الاهلي ويعدي من قدام النادي الاهلي يعني. مش كلام بس كده انشا، بس دي حقيقه والله. انا عشت في النادي الاهلي، لعبت حوالي 15 سنه، فحاسس كل احساس ايمن كان هو في الملعب وكل الرياكشنات اللي كان بيحسها اللي هو بيلعب واللي عمال له ازاي الروح والقتاليه. فكنت انا حاسس بالاحساس اللي هو حاسه ده، وكنت حاسه وانا قاعد بره يعني، وانا قاعد بتفرج حاسس بنفس الاحساس اللي هو حاسه وهو بيلعب بيه. ونفس الكلام للعيبه كلها بصراحه يعني، سواء اللي متربيين في النادي او من بره النادي، لا كلهم بيلعبوا بنفس الروح كانهم مولودين في النادي. فاتمنى ان شاء الله ان الروح دي تفضل موجوده. طول ما الروح دي موجوده يعني هنضمن ان شاء الله بطولات كتير باذن الله الفتره الجايه، ونحافظ على مكانة النادي الاهلي كالعاده اللي هو دايما رقم واحد. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يبقى موسم جيد لينا كلنا ان شاء الله يعني، سواء ليا في الجونه ان شاء الله. ربنا يوفقك دايما وياسر والنادي الاهلي يعني كله يعني ان شاء الله. ان شاء الله. وياسر مش عايز تقول له حاجه طيب؟ اللي هو ايمن بس يعني. اهو كمل. اهو ضحك. سكت ليه؟ هو ضحك اهو سكت. ياسر مش عايز تقول له حاجه يا كابتن؟ الشبكه ايه؟ قول مستمع من الدي جي ولا انت إيه؟ مش عايز تقول لي انا حاجه؟ انت مش سامع من الدي جي يا لؤي؟ ما انت لؤي لازم برضه مش عايز يعني تقول حاجه لياسر؟ قدم السبت عشان تلاقي لحد يقول حاجه لكابتن ياسر عشان كابتن ناس يقول لعيبه الجميله يعني على المستوى الشخصي. هو اخذ وقت ليه على بالك؟ مش عارف ده بيفكر ان ياسر هو اللي يقول له. عمال يقول لي قول وانا بقول له قول. لا انت تقول لياسر ايه؟ انا اقول لياسر لا ان ما شاء الله من اللعيبه الكويسه ما شاء الله، هو اللي مخلي ايمن شكله حلو يعني اصلا. لا 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 شكرا. لا هما الاثنين شايلين بعض بصراحه عشان ما نجيش على حد يعني. حبيبي يا لؤي ربنا يكرمك يا حبيبي ويوفقك كده يا رب ان شاء الله. حبيبي يا لؤي. حبيبي يا حبيبي وما شاء الله دايما متالق كده. ربنا يخليك يا حبيبي. بطولات كتير باذن الله الفتره الجايه كده مع النادي، ودايما كده بنفس الاداء والروح دي ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. حبيبي يا لؤي باذن الله، والحمد لله على سلامه رجوعك ان شاء الله يا لؤي، وباذن الله يعني ترجع على خير ان شاء الله، تكمل على خير. شكرا ان شاء الله لؤي السنه الجايه مع الجول ان شاء الله. لؤي برضو من اللعيبه الممتازه بصراحه. طبعا يعني هو برضو اصاباته شويه كتير، لكن سيرد باك كويس يعني، في شبه كده من لعبك شويه، بيطلع كوره كويس من رجليه، وكمان خد خبرات مع النادي الاهلي، وكان عنده كمان تجربه احترافيه صغيره ورجع. فنتمنى له طبعا التوفيق، ومن اصدقائك المقربين لغايه دلوقتي يعني. طبعا انا ولؤي من الشخصيات المحترمه يعني، من بره الملعب عشرة سنين كتير، لعيب كويس جدا زي ما حضرتك قلت يا كابتن، مساك لعيب كوره بيطلع كوره كويس من تحت، ولعيب كبير يعني. انا بقول له دايما انت لعيب كبير،
في حاجات تفاصيل صغيره بس ناقصاها شويه، لكن هو شغال عليها وان شاء الله اشوفه تاني ان شاء الله في النادي الاهلي معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. قبل مكالمه تقريبا صبري فواز كنا بنتكلم على مباراه الكاس، وعندكم لقاء مهم جدا مع الاتحاد ان شاء الله بكره ان شاء الله. ان شاء الله بكره معسكر. الكلمني بقى عن استعداداتكم للمباراه ديت، خاصه ان هي مباراه مش سهله، مباراه فقم يعني صعبه، استعدتوا ليها ازاي بعد خلاص ما طوينا صفحه البطوله الافريقيه يا ياسر؟ احنا رجعنا تمرين امبارح حتى التشكيل اللي يلعب بيه في وقته. احنا اتمرنا اكيد ببص لايمن اماني بص لي تعبانين، واللعيبه هنتمرن ايمن يقول له طب اجري بس حوالين الملعب، انت اللي قلت له ولا هاني؟ ايمن قال له لا لا اتمرن تمرين كامله هتتمرن ولعبنا واتمرنا وكله جري والتمرين خلاص وقفلنا الصفحه وخلاص كله فرح وعملنا اللي احنا عايزينه، اتمرنا نفس التمرين جامد وكل اللعيبه اتمرنت بدني كويس واللي ما لعبوش اتمرنوا تمرينه كويسه ودخلوا الجيم وخلاص الصفحه اتقفلت وبنفكر في ماتش الاتحاد ان شاء الله. ده مهم، الجهاز الفني عايز على طول يعني احنا عارفين كلاعيبه كان الفرحه بتاخد مننا وقت شويه وبنبقى بعيد عن التركيز ودايما خلي بالك عامه اللاعب المصري وشفنا الكلام ده لما بيكون في انجاز كبير بتلاقي المباراه اللي بعديها بيبقى المستوى البدني اقل شويه تركيزه اقل شويه، فطبعا الجهاز الفني مقدر. كمان احنا عندنا ماتش مهم زي ما قالت سام مع الاتحاد، فرقه كويسه في بطوله جديده، بطوله تحسب في دولاب النادي الاهلي وبالتالي مطالبين بيها. هنتكلم على اللي جاي بس برضو وقفنا عند الفتره الانتقاليه بتاعه موسيماني وفايلر، استقبلتوها ازاي يعني؟ والله يمكن اللي زي ما بقول لحضرتك كابتن هاني اللي ساعدنا في الموضوع ده كابتن سامي مصون، قدر يعني يساعد مستر موسيماني بشكل كبير في الحته الفنيه، يوصل له اللعيبه عامله ازاي، حالتهم البدنيه حالتهم الفنيه عامله ازاي. بس الراجل صراحه مستر موسيماني يعني هو راجل لم الفرقه كلها في يومين ثلاثه حواليه، يعني دي كانت ميزته. يعني عنده ميزه كويسه جدا ان هو بيحبب اللعيبه كلها فيه، بيحسس اللعيبه كلها ان هو محتاجهم، ان كله ليه اهميه ليه دور، فدي حاجه كويسه من مدير فني قدر بسرعه جدا بسرعه في وقت قليل وكان داخل على هو الاستاف بتاعه بصراحه وروحهم حلوه قوي يعني سواء في الملعب طبعا وقت التمرين كل واحد عارف هو بيعمل ايه والسيستم اللي محطوط كله ماشي عليه. دور كابتن سامي قمصان كمان كان مهم قوي طبعا عايزين نتكلم عنه طبعا ودور كابتن سيد عبد الحفيظ كمان مدير الكوره في النادي الاهلي. بس بعد ما ناخد النجم الاهلاوي قوي 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 الفنان نادر ابو الليل، اهلا بيك يا فندم. الو فين معانا تليفون نادر؟ فين لسه عاملين ايه؟ انت عامل ايه؟ انا مبسوط قوي 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 مش اكتر مننا. مبروك. لا لا اكتر منكم بقى. لا 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 مش اكتر مني. لا والله العظيم ثلاثه انت مش عارف اصلا انا دمي احمر. كلنا. لا انا معلش ايمن يا اشرف حبيبي يا فنان وحشني أزا حبيبي. حبيبي انا اعرفه صديقي. طبعا هتجيب لي التيشيرت ولا لا؟ هجيب لك خلاص التيشيرت اعتبره معاك خلاص. خلاص يا صاحبي ماشي. ازيك يا فندم اخبارك ايه؟ يخليك الحمد لله تمام. انا عارفه ان انت اهلاوي قوي قوي قوي. لا ده انا اهلاوي اصلا يعني عارفين فظيع وحش اهلاوي وحش اهلاوي وحش اهلاوي وحش قوله عادي. لا ده هو قابلني في المنتخب هو قابلني في المنتخب كان جاي كان قاعد في الاوتيل اللي كان قاعد فيه المنتخب في ماتش توجو في ماتش توجو ماتش توجو اللي كان في مصر فقابلته وقعدت معاه شويه فقال لي افريقيا يا ايمن النهائي وعمال يحمس فيا قلت له طيب انا هخلص بس المنتخب وبعد كده نرجع النادي ده ماتش مهم قوي المنتخب مصر بعد كده لما هنرجع نركز فهو كان متحمس جدا كل الموضوع الاهلي لا هو طبعا يهمك النادي الاهلي لكن طبعا يعني المنتخب مصر هو الاساس طبعا اكيد ولكن الاهلي برضه ليه رونق يعني كاس مكسبه ليه رونق كبير جدا جدا وخاصة جداً البطولة دي يا فنان خاصة البطولة دي يعني البطولة دي كانت مهمة جدا جدا زي ما كانت مهمة للعيبة ومجلس الإدارة وكمان كان مهمة للجماهير طبعا كابتن أيمن اللي معاك وبحيي كل اللي موجودين مع حضرتك أنا آسف أنا بره كابتن ياسر إبراهيم حبيبي كابتن ياسر منور الدنيا حبيبي ربنا يخليك منورة والبيوت كلها منورة حبيبي ربنا يخليك عايزين أغنية بقى فنان عايز ايه؟ عايزين اغنيه بقى الحلوه اللي انت سمعتها لي اللي ما يعرف معنى العيب
اسمع مني حكاية أكيدة حصلت مرة من لعيب والجمهور بيقول له سعيدة عشان جاب له جون بشماله الكوتش بيزود له في ماله. ها لا كمل يا لا احنا معاك سهرانين سهرانين وسايقله في دلاله اصل صورته في كل جريده اللي ما يعرف معنى العيب اسمع مني حكايه اكيده حصلت مره من لعيب والجمهور بيقول له سعيده بس كده كفايه بقى دي. الله انت عايز الاغنيه الجديده يا ماشي يا عم ايمن؟ لا الاغنيه الجديده ديت لما تنزل بقى لا ليه وتقولها لنا اكسكلوسيف يعني علشان خاطر عيون الاهلي يا كاب يا فنان يا لاوي عشان خاطر عيون الاهلي ده انا ممكن اعمل اي حاجه. طب قولها لنا بقى. والله العظيم ثلاثه مخسره في كابتن ايمن ولا في كابتن ياسر ولا في كل اللي موجودين ولا في لعيبه الاهلي وقفشه حبيب قلبي. قول لنا الاغنيه الحصري. الحصري انت عايز اغنيه طلعها من التليفون الاغنيه اللي انت سمعتها له واحنا لسه ما سمعناهاش مع الموبايل ما كان عصبيه بتعلي صوتك لعنايا الناس بصلنا يا وليا لم الدور واهدي شويه تهدي احسن لك زنانه طلباتك ليه ما بتخلصي والغيرك عماله تبصي كفايه اكلي شويه وخير بصي على نفسك بصي بقى انا مش طايقك كلمة تانية ومش عايزك ليه بتزني وبتلتي وبتحرقي بدمي بتتريقي قال على كرشي يا مخلصاني على قرشي لو شلت المكياج تتكشفي هلاقي ابن عمي كفاية كده بقى. حاجة مميزة شرفتنا ونورتنا ودايما النادي الاهلي منتصر دايما بنشكرك شكرا جزيلا. نخش في الكورة ايمن لا استنى نكمل بس نكمل كنا بنتكلم على الجزء المهم جدا اللي كان موسيماني بيقوم بيه وانت قلت هو لم اللعيبه في وقت مهم جدا في وقت قصير جدا وده كان بالنسبه لكم كمان يعني نوع من انواع الاستقرار. انت عارف اي مدير فني لما بيمشي ويجي مدير فني جديد بيبقى في كلام في اوضه اللبس طب مين اللي هيجي فاعتقد دي كانت مرحله كانت مهمه جدا طبعا مهمه يعني هو مستر موسيماني زي ما قلت لحضرتك كابتن كان لامم اللعيبه حواليه بشكل كويس وكان بيساعد حتى الناس اللي مش متأيده في افريقيا كل كان كان بيساعد الناس وكان واللعيبه كانت اوقات اللعيبه اللي بره كان بيمرنها ممكن زياده شويه يعني بيديهم اهتمام كمان اللي بره هو بيبقى متواجد يعني هو بيبقى متواجد في التمرين بنفسه فيعني بيحسس اللعيبه اللي بره كمان ان هو مهتم عارف يعني لهم دور كبير في الفريق يعني كل واحد ليه دور مهم في الفريق فلازم كل واحد يبقى مركز في التمرين هو دايما ياسر هاخد منك لياسر معنا مين معنا طيب قفشه على التليفون ايوه ياسر ابراهيم أفشا. بقى والكلام اللي قاله لك قبل الجون منورنا يا قفشه مش عارفين يا معلم صوتك ليه انت حبيبي يا قفشه كابتن هاني مساء الفل يا حبيبي ازيك يا كابتن مساء الفل عليك مبارك ايه يا نجم اهلا بيك يا قفشه وحشتوني من امبارح والله يا كابتن والله العظيم وانت كمان هتفضل توحشنا نورتنا هتفضل توحشنا يا قفشه عايزين نعرف منك يا قفشه بالظبط خمس دقائق قبل الجول او نتكلم على ياسر كان بيتكلم معاك وقال لك انك هتجيب جول او حاسس انك هتجيب جول يعني طبعا عايز اقول لياسر مبروك هو وايمن طبعا هم الاثنين عارفينهم في الوقت ده انا بحبهم يعني حتى احنا دايما مع على طول مع بعض يعني هو لسه ياسر على طول بيصلي معايا بس هو اللي بيصلي بيا بصراحه ياسر هو اللي بيصلي بيك لازم هو الكبير طبعا طب دي حاجه كويسه يعني لا طبعا فاحنا قبل في اصلا ياسر هو بيصلي معايا قبل الماتش يا كابتن كان بيقول لي انت ان شاء الله هتجيب جون وكده هتكسبنا فاتفاجئت احنا في الماتش كانت حوالي الدقيقة 75 أو 80 تقريبا مش فاكر بالظبط يعني قبل الجون هو بيقول في الدقيقة 80 بالظبط هو كان باصص على الشاشة يعني فهو ياسر لقيته جاي لي بيقول لي قفشة أنت اللي هتكسبنا وهتجيب جول إن شاء الله اتفائلت بقى حسيت إن لا يعني لازم أعملها أنا بقى لا ما هو الكلام ده بيدي ثقة وبيدي راحة نفسية يعني هيبقى لعيب معاك في الفريق وبيتكلم معاك كده هو واثق في إمكانياتك واثق إن أنت ممكن تكسب فعشان كده هو قال لي كده مظبوط وبعدين ياسر يعني من الناس اللي انا بحبها جدا ولعيب كبير وجاله فتره
يعني جاله فتره كان ماشي كويس جدا وبيلعبش، ما عملش مشاكل ولا حاجه، دايما بيتمرن وبيجتهد. لحد ما عندناش حد يعمل مشاكل يا عم لو ما لعبش، ما عندناش. لا لا ما عندناش حد بيعمل مشاكل. المشكله في ايمن اشرف يا كابتن. ايوه اتفضل معاك ايمن. تعالى المشكله كلها في ايمن يا كابتن. ايه المشكله يا قفشه؟ اي حاجه على ايمن اشرف يا كابتن. المشكله في ايمن يا قفشه. المشكله المشكله فيا مش فاهم. اتكلم يا ابني عليا. لا لا ما اقدرش ما اقدرش يا كابتن. قفشه راجع نفسك في سبحه. ها الكابتن بتاعك وايمن وجايب جون في النهائي، فما اقدرش اكتر ايمن غير هو قائد. ايوه بالنسبه لي انا ملاحظ، انا ملاحظ حاجه في الموضوع. اتفضل يا كابتن. انا عمال تقول ياسر كلمك في الدقيقه 80 وقال لك وعمل لك، وانت يعني قطعت كلام اللي انا اتكلمت معاك وبين الشوطين. لا ما قطعتش. ما شفتوش يعني ما سمعتوش انا. سمعني طيب. انا ما كابتن سالني على ايمن على ياسر ما سالنيش عليه. الله. طيب ماشي اسالك كابتن. طيب بالنسبه لايمن اشرف كان ليه دور يا قفشه، كان ليه دور بين الشوطين؟ قال لك حاجه بين الشوطين؟ كده تمام. ايمن لا اتفضل. كلمني طبعا ده. ايوه ايمن بين الشوطين اتكلم معايا وقال لي انت لازم تفوق اكتر من كده عشان انت لما تفوق هتفوقنا، لازم انت اللي تكسبنا. هو اتكلم معايا كتير بصراحه. انا بقول لك يا كابتن هو ايمن وياسر احنا دايما قاعدين مع بعض يعني. وحتى في المنتخب كنت انا وايمن قاعدين في اوضه واحده مع بعض. هم اخواتي بصراحه وانا بحبهم جدا بصراحه يعني. هم الاثنين شخصيه، الاثنين شخصيه طيبه ومحترمين وضحك وهزار مع بعض، وقت الهزار هزار وقت التمرين تمرين. فانا بحبهم هم الاثنين بصراحه يعني، هم الاثنين اخواتي الكبار. ما هو ياسر لسه كان بيقول انا ما بعديش يعني على اوضتي غير لما اعدي على قفشه. مش عارفه سمعت ده ولا لا قبل ما تدخل على التليفون. لا بس والله ما سمعتش بس هو دي حقيقه يعني. لازم احنا انا وياسر على طول، هو اكيد انا اوضتي قبليه، هو دايما في الفطار في الغداء في العشاء في الصلاه في الكلام ده هو بيعدي عليا وانا امشي معاه على طول مع بعض على طول على طول. انا حاسه ان ايمن تقيل على قلبك مش عارفه. انا ملاحظ انكم ملتزمين قوي ما شاء الله. انتوا الاثنين بتصلوا جماعه مع بعض وما بتكلمنيش تقولي تعالى صلي معانا يا ايمن يا حبيبي. انا ملاحظ يعني. هو ما تسالش السؤال ده عشان يجاوب. طب جاوب. ايمن بالنسبه لي قائد وكابتن فريق كبير. قلتها قبل كده. لا غير. غير. لا لا غير قالت قبل كده. شوف حاجه ثانيه. انا خايف يا كابتن. شوف حاجه ثانيه. جماهير الاهلي هيزعل لو انا قلت على ايمن حاجه. لا طبعا ايمن ما يتقالش عليه غير كل خير يعني. احنا عارفين العلاقه ودي خلي بالك قفشه هي دي العلاقة وهي دي الروح اللي بتكسب يعني. في أوقات كتير جدا بنتكلم بكل أمانة بمباراة نادي الزمالك يمكن كان الأقل فنيا كان النادي الأهلي، لكن الروح ديت والجو اللي انتوا عايشين فيه خلال المعسكر والتقارب ومش بس كلام في الكورة، لا بتصلوا مع بعض وبتاكلوا مع بعض وممكن جدا تنكتوا وتضحكوا مع بعض. الروح دي بتنعكس جوه الملعب من خلال قائد فرقة زي أيمن أو الشناوي، لما بيقول لك حاجة أنت بتحس إنك كمان متحمل مسؤوليه. لما ياسر يزعق من ورا ويقول يا جماعه لازم نكسب يبقى بتحس بالبوش ده موجود. فكل دي عوامل ممكن الناس ما بتشوفهاش وممكن ده مش متشاف للي بيتفرج على الماتش يا قفشه يعني. لا طبعا يا كابتن انت عارف حضرتك يعني الكلام ده يا كابتن هاني مطلوب، مطلوب اللي انت تلاقي حد اكبر منك يكلمك، حد يحفزك. بس زي ما قلت حضرتك قلت هي دي الروح وهي دي الحاجات اللي بتكسب الفرقه. بس اللي بيجي يتكلم بيتكلم بحدود، بيتكلم بادب. طبعا اكيد احترام عشان انا اسمعه. اكيد هو ده، هي دي الحاجه المهمه اللي عندنا يعني. بصراحه كل الناس الكبيره اللي في الفرقه محترمه وبيوجهوا اللعيبه بشكل كويس، محدش بيسيء لحد والكلام ده كله. عشان كده بنبقى مبسوطين حتى لو واحد زعل في الفرقه لحد طبيعي بنسمع منه عشان هو بيزعق لصالح الفريق اللي هو يترسم على لعيب معاه في الفرقه. صحيح. مستعد لماتش الكاس يا قفشه؟ ان شاء الله عندنا معسكر بكره ان شاء الله باذن الله. استعداداتك ليه؟ امر لله البطوله بتاعتنا ان شاء الله، بس نعدي ماتش الاتحاد الاول ان شاء الله وبعد كده. بالظبط ان شاء الله. شايف المواجهه ازاي بين الاهلي والاتحاد يوم الثلاثاء ان شاء الله؟ لا ماتش صعب جدا على فكره، لان هم كمان غيروا الكابتن حسام حسن دلوقتي اللي ماسك. انا لعبت مع الكابتن حسام حسن في بيراميد، فلا الماتش مش هيبقى سهل يعني، الماتش هيبقى صعب جدا. واحنا يا رب كده احنا خلاص يعني عايزين ننسى كمان الماتش. خلاص انت قفلت صفحه وبتفتح صفحه الكاس دلوقتي. بالظبط كده، مش عايزين بقى اللي احنا نرفع دماغنا فوق اللي احنا خدنا بطوله خلاص، لا احنا ما عندناش الحته دي. ان شاء الله ننزل نركز في ماتش الاتحاد ونلعب افضل ما لعبنا في ماتش طبعا ان شاء الله. اكيد بطوله تديك حوافز ودوافع جديده. خلاص صح صح، لان بإذن دايما الله. بعد ما تاخد بطوله لازم تبقى كويس عشان تثبت اللي انت خدت البطوله دي انك كويس، انك خدتها كده. وقد تقابل الزمالك خلاص في القمه يعني في الدوري، ممكن تقابلهم في نهائي الكاس، قصدي في نهائي الكاس. فان شاء الله كل التوفيق ليكم. مباريات واللي جاي اصعب، عارفين اللي جاي اصعب، بس احنا كلنا امال وثقه كبيره جدا فيكم يا قفشه كالعاده. قفشه قفشه اكلت الكبده الجملي ولا لسه؟ لا اكلت امبارح 24 ساعه. ماشي يا قفشه.
ماشي. بعد البرنامج كالت على طول يا كابتن. ماشي بالهنا والشبع يا حبيبي. انا والشبع كبده بيعشقها بيحبها يعني. يعني 24 ساعه ممكن ياكل كبده جملي. ايوه بس ما شاء الله محافظ على جسمه بشكل عام. شكلها بعد الماتش على طول كان بيقول لنا امبارح. ما عزمكش ولا مرة؟ ولا يعزمني. هو بيقول لي بس بصراحة ما بروحش. لا بيعزمني، عزمني مرة بصراحة. وقال لي عليها بس أنا ما رحتش بصراحة. مين اللي مين اللي في مصر اللي وعدكم بعد البطولة دي إنه هيعمل لكم بقى حاجة كبيرة واحتفال ويعني مين؟ للأسف ما عدش. لا والشناوي قال أنا في عزومة هعملها. والله؟ ما سمعتش الكلام. بعد بعد مباراة الاتحاد يعني؟ هي للأسف بعد بعد الاتحاد بعد كأس مصر. هو كان قال لنا قبل البطوله ماتشات قريبه من بعض قبل الماتش ان شاء الله. الاتحاد بعديها بيومين ممكن هتلعب مباراه السوبر يوم 10 وبعدين هتخش تاني على الدوري وبعدين بدايه الدوري وبعدين في نهائي الكاس ان شاء الله. فانا اعتقد الفرحه ديت بتبقى في اوضه اللبس. انا بحس ان انا تاني يوم الصبح وانا داخل اوضه اللبس بعد بطوله كان يعني كان دخولكم عامل ازاي وقابلتوا بعض ازاي يعني. طبعا احنا يعني فرحانين فرح كل يعني. كلنا مبتسمين وكلنا عمالين بنحضن في بعض حتى لما وصلنا. يعني الهزيمه بتبقى وحشة. قاسيه جدا بتبقى داخل عينك في الارض. وخصوصا انك بتبقى مزعل ملايين يعني. فبتبقى داخل النادي عينك في الارض، داخل اوضه اللبس عينك في الارض. لكن وانت كسبان بطوله افريقيا دماغك في السماء. انت تيجي على النادي ولا اوضه اللبس بس ده انت من ساعه ما بتروح بيتك او انت نازل ماشي في الشارع ما تعرفش تمشي باصت الناس ولا مش عارف تحط عينك في عين حد بعد الهزيمه ولا لا. فبتبقى صعبه. لكن بعد طبعا المكسب بتبقى فرحه كبيره قوي. الناس كلها بتبقى مبسوطه، الناس كلها بتبقى فرحانه. الناس بتقابلك في الشارع يعني مش عارفه تعمل معاك ايه وانت ماشي. فدي بتبقى حاجه تسعدنا قوي بصراحه. ولما دخلنا كلنا اوضه اللبس مع بعض ده الجماهير كانت حاضره. دي اول تمرينه يعني بعد المكسب دي بعد يعني حاجه كويسه جدا ان هم يبقوا موجودين مبسوطين معانا وكانوا بيفرحوا معانا واحنا بنتمرن. كان تمرين شكله كويس حتى وكنا متحمسين في التمرين. اعتقد ان يعني جمهور كبير يعني انا عن نفسي بحبهم جدا يعني. بالرغم اعتقد كان في مطر كمان ساعات يعني ولا كان الجو كويس؟ لا كان الجو كان الجو برد شويه بس لا يعني كان كويس ما كانش في مطر. لا الجماهير طبعا يعني بتحبكم وعايزه تشوفكم. وكمان انا عاجبني قوي كمان وده لازم تدوسوا عليه كمان مع اللعيبه انك خلاص نقفل يعني. انا متهيألي كمان من كلام قفشه ان خلاص التدريبات بدات بشكل جدي. خلي بالك الناس ايمن وانت عارف جماهير النادي الاهلي طماعه. جماهير النادي الاهلي طماعه عايزه بتخش الكاس يبقى تاخد الكاس ان شاء الله السوبر الافريقي يبقى سوبر افريقي. انا عارف ده بيحط اللود عليكم وبتكون ضغوط لكن انتوا قدها يعني. ده يعني قدركم ان انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي يعني. صح صح. انت اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها لازم بيبقى لازم ده زي ما الكابتن محمود قال لنا قال لك انت ده قدر خطيبك. ده قدركم. بتخشوا اي بطوله دي لازم انت اللي خلاص محطوط رقم واحد فيها. خلصت البطوله دي ان شاء الله تقفل على طول فكر في اللي بعديها. هو ده القدر بتاعنا ودي حاجه انا مبسوط بيها بصراحه يعني. انا بحب التشالنج على طول. بحب انا الاجواء دي دايما. فباذن الله نفكر في ماتش الاتحاد باذن الله. ده ايمن اهو ده ايمن مسدود. كانوا بينادوا عليك يا ايمن؟ كانوا بينادوا عليك صح؟ مبسوط يا ايمن. لا ايمن يا اشرف. ايمن يا اشرف. فالجمله دي من ايام ما كنت لسه طالع من الناشئين في الجماهير. في الجماهير في وياسر كمان اهو النادي. الجمهور بينادي عليه. بص هيرقص دلوقتي اهو. لا مش هيجيبوا الرقص. دي واحده مش هيجيبوا الرقص. مش هيجيبوه. يرقص حلو. انت بتقول الفرحه حلوه يا ياسر طبعا واستقبال الجماهير وفرح. الفرحه بتزيد لما تشوف فرحه الجماهير كمان يعني. بالظبط. حتى انت داخل على بيتك واهلك واولادك بتبقى شايف في عينيهم السعاده. انت نفسك بتاخدها بمنظور تاني خالص. ده نادوا عليكم واحد واحد. اللعيبه كلها. علي معلول هيرقص برده. هيرقص. كله هيرقص. علي بقى مصري بقى خالص. من الشخصيات الجميله يعني. علي انتوا كنتوا لسه بتكلمونا تحت الهوا عن شخصيه علي معاكم يا ياسر. وقد ايه دمه خفيف ولما بيقلب مصري بيبقى سكر يعني شربات. جدا جدا ابو كريم. لا شخصيه محترمه جدا وبيحب ايمن قوي يعني. بيحب ايمن ولا جدا قوي قوي قوي. ايه بغطي في ظهره كتير. ايوه هو انت ايمن هو اللي كان شايل حد يعني غطي في ظهره كتير. غطي في ظهره كتير. لا ما انت خلي بالك يعني نوع من انواع
العلاقه برضو انا متاكد العلاقه بره الملعب بتاثر كتير جدا جوه الملعب، يعني العلاقه الطيبه المباشره. علي معلول لعيب كبير وما طبعا. بيحس ان ايمن بيلعب وراه بيغطي بشكل كويس. إن بتفرق كمان، خلي بالك ياسر، انه اشول، يعني لو انت بتلعب ناحيه الشمال وراك سيرد باك اشول بتبقى بالنسبه لك الموضوع مريح شويه. فالعلاقه يعني جوه الملعب احنا شايفينها بشكل كبير جدا. واحكي لنا بقى عن علي معلول كمان، الشخصيه المرحه اللي بتهزر. اتفضل اتفضل. كل شويه تشاور له كده بي. لا لا، هو ياسر هو عنده موقف الاهلي. لا علي 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 يعني قول لنا كذا موقف كده يعني. مثلا نبقى قاعد انا وعلي مثلا يعني قبل الماتش، الماتش اللي فات صح، فبنتكلم عادي على ايمن، فبيقول له لا يا عم بلاش ايمن. قعد يتكلم شويه في اوضه اللبس، فجالنا جه ايمن، فبقول له لسه علي كان بيتكلم عليك حالا يا امباصص له كده ايمن. قال له اقسم بالله ما اتكلمش. اقسم بالله يا ايمن ما اتكلمش. بقت عنده اللازمه دي، انت بتقول لي عنده اللازمه اقسم بالله ما لازم يقسم. لازم يقسم، واول ما يقسم عارف انه كذاب. كذاب على طول. يبقى اتكلم عليك. لانه حاسس انه متربي في النادي الاهلي. يعني علي علي من الشخصيات الجميله، عنده حب غريب وعنده كيمياء ما بين الجماهير يا ايمن، كيمياء رائعه. يعني تحس انه فعلا واحد متربي في النادي الاهلي، جاله فعلا كذا حاجه انه يخرج بارقام كبيره جدا، لكن هو عارف قيمه النادي الاهلي وخلاص، تحس انه عايز بقى خلاص يعتزل الكوره في النادي الاهلي. مردوده كمان عليكم كقائد يعني هو من اللعيبه الكبيره، يعني هو من اللعيبه الكبيره وطبعا من احسن لعيب، من احسن باكات ليفت في افريقيا. ويمكن من احسن باكات ليفت في مصر. ده حقيقي. يعني فهو من اللعيبه الكبيره والشخصيات القويه جدا اللي تخليك في الملعب تبقى مطمن، حتى في الحته الهجوميه في الحته الدفاعيه بنساعد بعض في الملعب. فلا يعني من الشخصيات الكويسه جدا بره الملعب وجوه الملعب، وعنده حلول كويسه جدا في الملعب بتساعد الفريق بشكل كبير. تأثر كمان بشخصيه النادي الاهلي، افتكر علي معلول بشكل كبير. لا ومسؤول في الملعب، بيوجه لا مثلا انا مثلا واقف غلط او انا وهاني مثلا في حاجه مش صح، يقول لك كلم هاني، يقول له كذا، كلم ايمن، نقف مع بعض نطلع كده في ظهر الناس، ويكلم الديفندرات. لا علي لعيب قبل ما يبقى لعيب كبير طبعا، وده حاجه مسؤول وعنده شخصيه قويه في الملعب، بيتكلم مع اللعيبه كويس. احنا لسه مكملين سهرتنا معاكم، ودي يعني ما تبصش في ساعتك قوي يعني، لسه هنقعدكم تاني والساعه واقفه اصلا. برضو هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل لسه مستمرين مع النجوم الكبيره قوي في النادي الاهلي، نجم ايمن اشرف ونجم ياسر ابراهيم. اتفضل. التسعة للأهلي معروفة طبعا، الأغنية دي اتذاعت عشقني يا جماعة. بتحبها قوي الأغنية دي. المخرج اهداها لي. وانت يعني ما بتحبهاش؟ لا انا بحبها. قلت لي ايه؟ قلت لي ايه قبل ما تتذاع؟ قبل ما نطلع على الهواء. لا بحبها برضه. هات الأغنية دي. خفت ولا ايه؟ لا أغنية جامدة جدا. يعني دلوقتي كمان بمناسبة التسعة طلع كوميك كده ظريف قوي على موسيماني، وحد بيعمل انترفيو معاه، فقال لهم ايه النادي الأهلي ده؟ ده انا خرجت بره لقيت الجماهير بتقول لي العشرة. ايوه اللي هي كانت بتاعت سوري كانت بتلعب. ايوه بالظبط. ده خلاص عارف خلاص ان الموضوع لا انت التسعه لا لا العشرة موجوده. هي البطوله زي ما ياسر قال، كابتن محمود خطيب كان معانا امبارح وقال لنا خلاص خلاص يعني اخر يوم النهارده في الاحتفاليه، من بكره نركز عشان عندنا ماتش كاس مهم، ماتش الاتحاد، فرقه كبيره معاهم مدير فني كبير، فمهم جدا ان احنا نقفل على نفسنا. والشناوي اتكلم واللعيبه اتكلمت مع بعض ان احنا خلاص قفلنا خلاص، فرحه افريقيا خلاص بقى ماضي، نبتدي بقى ان شاء الله في الحاضر بتاع بعد بكره ان شاء الله. ياسر، واحده من اللي بتشتت التركيز الاشاعات. الاشاعات اللي الفتره اللي فاتت اكتر حاجه ازعجتك انت، توقفت عندها، اشاعه تخصك حتى او تخص اي كابتن من كباتن الفريق، فريق النادي الاهلي، كانت ايه؟ في كتير. بس انا الفتره اللي فاتت دي انا كنت قافل السوشيال ميديا كله، يعني فيسبوك، تويتر، انستجرام، ما كنتش بتابع. مش بتكلم على بعد مباراه ابو قير والمعسكر اللي انتوا دخلتوه خمس ايام، وعايزين نتكلم على كابتن سيد قمصان وكابتن سيد قمصان وسيد عبد الحفيظ. بس لا، قبل حتى مباراه ابو قير كان في اشاعات كبيره كتيره جدا، يعني كان في اشاعات عن الاصابات، كان في اشاعات عن حتى الاصابات بكورونا، فاكر؟ محمد الشناوي حتى يمكن اتعرض للاشاعه ديت، وانا تعرضت للاشاعه، وانت كمان اتعرضت. يا ايمن صح، بس انا كان عندي كورونا قبل كده بس الحمد لله راحت.
لكن انا زيك برضه. كان في اشاعات بتطلع بس اشاعات. اي اشاعات بتقلقكم يعني؟ ايه الاشاعه اللي انت تقف عندها كده وتقول ايه الاشاعه السخيفه دي؟ ايه يعني؟ هو كتير كتير زي هو ايه كتير. هو كتير بس المفروض ان احنا مش هنتاثر باي اشاعه يعني، لان احنا هو عارفين كلام بيتقال بس هو كلام بيتقال بس احنا مش متاثرين بيه او مش باصين له اصلا يعني. يعني احنا اصلا الكلام ده اصلا بيبقى بعيد عننا، وحتى لو حد قاله لنا مثلا من صحابنا فاحنا مش بنلتفت ليه يعني. أنا حتى لما حد من صحابي مثلا لما نكون قافل السوشيال ميديا كله ويجي مثلا يقول لي ده كاتبين، مش اقول له لا مش عايز اعرف، انا ما تقوليش صح. انا مش عايز ايه اللي بيتقال وايه اللي ما تقوليش حاجه. وده اعتقد كان شيء مهم جدا ان كمان الدور اللي قام بيه كابتن سيد عبد الحفيظ. وانا شايف ان انتوا كمان من نفسكم ان هلال المعسكر قبل المباراه بثلاث اربع ايام كان قال من الافضل ان احنا نقفل السوشيال ميديا شويه ونبدا نركز في 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 ماتشنا. فده يعني ده دور مهم جدا كابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بيه. وكمان زي ما اتكلمت سام، عايزين نتكلم دور كابتن سامي قمصان. يعني دايما بيبقى فيه مش جندي مجهول، لكن كابتن سامي قمصان عمل يعني عمل الوصله اللي احنا اتكلمنا عليها ياسر، النقله ما بين البايلر والفتره الموسيماني، انه كان ليه دور كبير جدا يعرف الراجل على اللعيبه، مش على المستوى الفني بس، على مستوى الشخصيات يعني، على مستوى انك تعرف تتكلم معهم ازاي. ده كان دور مهم جدا. وكلمونا عن الكابتن سامي قمصان كمان. هو كابتن سيد يعني بدايه طبعا كابتن سيد يعني هو دوره كبير جدا في ان هو يحاول بيقفل على الفرقه كويس. صحيح. يعني وبيحاول يوصل لكباتن الفريق ان هي تلم الفرقه بشكل كبير. دوره كبير جدا جوه يعني جوه التمرين، بيخلينا احنا دماغنا يعني دماغنا مركزين في شغلنا بس. يعني بيخلينا احنا مركزين في شغلنا بس، هو بيبقى قافل علينا كويس من كل النواحي يعني. بالنسبه لكابتن سامي طبعا فهو من الشخصيات المحترمه اللي تعرف تتكلم معاها لما يبقى عندك مشكله حتى في حياتك الشخصيه، ممكن تتكلم معاه. اخ لينا، اخ كبير لينا، من الشخصيات اللي انا بحبها جدا وبحترمها. حتى جوه الملعب بيديك خبراته على المستوى الفني. كابتن سامي على مستوى فني مدير فني كويس وعمل ليه موقف معاه كابتن سامي في لما كان مستر فايلر مسك الفرقه. ما كنتش بلعب في اول سبع ماتشات في الدوري، كان بيجي يتكلم معايا دايما وتعالى نتمرن مع بعض انا وانت بعد التمرين، بنزود يزود معايا في الجيم، يتكلم معايا دايما كلام ايجابي، مش عايزك تزعل والله هتلعب ان شاء الله. وانا ما كنتش بزعل والله، من جوايا بزعل ان انا طبيعي، ده طبيعي ما زعلتش بالظبط، لكن مش ان انا مثلا بزعل اعمل مشكله لا او مثلا اتمنى مثلا زميلي اللي هو يحصل له قدر الله حاجه او الكلام ده خالص والله. عشان كده لما لعبت ربنا كرمني فعلا، ان انا كان قلبي على قلب ايمن، على قلب رامي، على قلب متولي سعد، كنت ببقى معاهم دايما في المعسكرات واطلع بره السكور كل ماتش يعني، ادخل معاهم المعسكر واطلع بره. فانا كنت بتضايق من جوايا بس ما ببينش لحد. طبيعي جدا انك تتضايق، بروح اقعد معاهم اقول له شد حيلك ان شاء الله النهارده ربنا يكرمكم، سواء متولي او ايمن او رامي باذن الله، ركزوا ان شاء الله تبقوا كويسين في الماتش بكره. هم بيبقوا واخدين بالهم ان انا متضايق شويه، يجوا ان شاء الله ما تزعلش هتلعب. بس انا ما كنتش حابب ان انا باين زعلي ده لزميلي، هو مالوش ذنب. انا متضايق مثلا او في حاجه، لا انا ممكن اتكلم مع المدير الفني اقول له طب انا ناقصني اشتغل عليه. وده كان حصل فعلا، حصلت قعدت حصل. مع فايلر كذا مره كنت بقول له طب انا قول لي ناقصني ايه وانا اشتغل عليه، وفعلا اشتغلت على النقص اللي عندي الحمد لله. ده مش عيب، مش عيب لما اللعيب مثلا يكون في حاجه ناقصاه ويروح يتكلم مع المدير الفني ويشتغل عليها ويطورها، لا ده بالعكس، ده حاجه كويسه قوي، دي بتعلم منك مش بتقلل منك خالص. وجود موسيماني فرق معاك ازاي بقى؟ لا مستر موسيماني ده شخص محترم جدا بره الملعب كمان. يجي يتكلم يجيب لك مقاطع فيديو يفرجك عليها، يقول لك انا عايزك تبقى كذا النهارده. يعني جابنا انا وايمن قبل كده والسلية وحمدي قبل الماتش، احنا هنعمل كذا مقاطع فيديو اشتغلت عليها، وعايزين نعمل كده كده في الملعب، وبتكلم معانا حتى احنا في المطعم يجي يقعد يتكلم معايا يقول لي ان شاء الله تجيب. مختلف شويه عن شخصيه بسيط قوي ومتواضع كده شويه يعني. هو الاختلاف في الشخصيات هو طبعا مش مين احسن هو كل واحد هو طبعا هو في اختلاف في الشخصيه شويه. مستر موسيماني بيحاول يقرب من اللعيبه شويه،
مستر بايرر كان بعيد شويه عن اللعيبه يعني يعني كان بعيد شويه شخصيه بس هو يعني هو شخصية لا بس هو بس هو, بس هو كان يعني مدرب كويس جدا يعني هو كان مدرب كويس جدا واوقات كتيره بيبقى فير في الملعب لكن مستر موسيماني تحس ان هو صديق ليك كده انت ممكن تروح تتكلم معاه تهزر معاه تحكي له مشكله عندك شخصيته قريبه جدا اخد رايك في حاجات يعني رايك حتى السكن اخد رايك اقعد هنا ولا اقعد هنا ويقعد معانا على ترابيزه هو بيستشاركوا يعني والله حاجات كتير لا فبيحسسك ان هو صاحبك مش ان هو المدير الفني بيقربكم منه دي برضو على فكره دي برضو داخله في حته دايما نقول نتكلم عن موسيماني لما بتيجي سيره موسيماني نتكلم عن عبقريه موسيماني في التدريب وخبرته الافريقيه الكبيره مش بس حتى يعني ده جزء حتى من التعامل اللي افتكر هو يعني عامل له حساب او عامل له اعتبار مع اللعيبه انه يقرب بشكل شخصي او انساني مع اللعيبه ده شيء مهم قوي افتكر ده نوع من الذكاء برضو ايمن طبعا يعني هو لانه ده يفيده في شغله لان هو شغله دايما لازم اللعيبه فاهمه شغله لازم اللعيبه تكون مقربه من بعض لان هو شغله دايما بيعتمد على ان اللعيبه كلها تبقى مقربه من بعض يعني بيجمع اللعب في اتجاه واحد وبعد كده يغير اللعب الناحيه الثانيه فده جزء من شخصيته ان هو بره الملعب بيحاول يقرب اللعيبه عشان تبقى قريبه في الملعب طبعا ده بيختلف زي ما احنا قلنا على شخصيه مدير ما بنقولش ايه ده طب دلوقتي عايز تعليق فوري من ايمن اشرف تعليق فوري واللي بيلم الكره برجليه الشمال ده ورايح ناحيه الشمال الصغير ده فارس ده لا لعيب كويس من الشخصيات المرحه يعني ما باخده معايا النادي بيهزر مع اللعيبه هو بس الوحيد اللي بيخاف منه الشناوي اللي بيخاف منه هو بيخاف من الشناوي عشان طويل بس زياده لا ده الشناوي كنا خارجين قبل كده فقال له فارس هو صغير اقعد بس ففارس قعد من ساعتها عشان ياكل نقول له هنجيب لك الشناوي لا انا ومراتي هنجيب لك الشناوي بس ايه الستايل الواحد ده ما شاء كام سنه ده يعني شهر 2 ان شاء الله يكمل 4 سنين ما شاء الله بس الستايل ايه ان شاء الله يطلع لعيب كوره هو بيحب الكوره اشول كمان باينه لا هو بيلعب برجليه اليمين بس هنا في يعني هو كان بيلم الكوره كده برجليه الشمال ما شاء الله يطلع لعيب انت دايما حريص على ان انت تاخده النادي انا باخده يعني انا ما خدتوش كتير النادي انا خدته مرتين او ثلاثه لان ببقى دايما رايح مبرق مركز شويه ما بقى كابتن ولا كابتن الشناوي لا ده الماتش اللي فات كان معانا بعد الماتش انا كنت واخد ملك واحمد برضه طب حلو نزل ايمن خده دخل الاوضه قعدوا على الكرسي جنبه ف ايمن راح مش عارف خارج بره كده فقال له خليك يا فارس انا جاي فالشناوي كان واقف جنبه ففارس ما سمعش كلام ايمن طبعا فايم قام الشناوي قال له بقول لك خليك امان يا حبيبي بيخاف جدا من الشناوي هو بس ارتبط صوته ارتبط صوت الشناوي قال له خليك قال لك خليك هو جاي انا متصور ده مالك واحمد ولادي انا دول مالك واحمد وولادي انا دول ابنك يا ياسر لا لابسين احمر دول وانا مالك الكبير واحمد الصغير وده فارس اللي في النص ما شاء الله عندنا ان شاء الله اجيال جايه للنادي ان شاء الله باذن الله فرقه كامله ان شاء الله مستقبل ان شاء الله ان شاء الله على خير ان شاء الله على خير تفرحوا بيهم يا رب وعمرو السولية برضو كنت سامعاه بعد ما فزنا بيقول لك انا بتفائل قوي ببناتي انا عنده ليلى وعنده طفله تانية بس مش عارفه اسمها ايه يقول لك انا بتفائل قوي بيهم بحب اكلمهم قبل الماتش وبعد الماتش انا بعمل كده بكلمهم بتعمل كده ايمن بكلمه فيديو كل وانا في الفندق قبل ما اروح الملعب يعني بحب اكلم فارس بنهزر مع بعض شويه وفاطمه طبعا ومراتي يعني طبعا خلي برضه الشناوي يسلم عليه برضه لا ببعد لوحدي عشان بيخاف يقول لي الشناوي عندك اقول له لا والله جميله والصور ديت ان شاء الله اولادكم يكبروا يبقوا نجوم كبار زيكم بيبقوا بتبقى حاجه جميله جدا ويبقى البوم ذكريات جميل جدا جدا وان شاء الله يعني احنا بنشكركم طبعا على اولا على المجهود 15 شهر اللي فاتوا على المجهود الكبير والتضحيات الكتيره اللي الناس ما تعرفهاش كمان انا عارف في تضحيات يعني كتيره قمتوا بيها عشان توصلوا وتاخدوا البطوله الافريقيه نشكركم جدا وجماهير النادي الاهلي بتشكركم وكمان بتنتظر منكم ان شاء الله باذن الله مزيد من البطولات ان شاء الله عندنا كاس مصر وعندنا ان شاء الله السوبر الافريقي وكاس العالم انديه فكل دوت ان شاء الله باذن الله يكون طموح جديد بدايه جديده ان شاء الله ويعني ايمن بشكرك شكرا جزيلا ايمن نورتنا وشرفتنا و ياسر يعني ان شاء الله متالق دايما ياسر وفي التقدم وفي نجاح ان شاء الله باذن الله شكرا كابتن بنشكركم ومبسوطين ان احنا كنا معاكم النهارده وبنتمنى لكم التوفيق دايما ويعني في الاخر بحب اشكر جمهور النادي الاهلي اللي كان دايما واقف في ظهرنا وبنبارك لهم على البطوله التاسعه
وان شاء الله بنوعدهم الفتره اللي جايه تركيز ان شاء الله مزيد من البطولات للنادي الاهلي باذن الله. شكرا ليك يا ايمن. شكرا ليك يا كابتن ياسر. شرفتونا جدا النهارده بجد نورتونا. دي كانت حلقتنا في البيت الكبير النهارده. بكره ان شاء الله حلقه جديده من 10 لواحدة في البيت الكبير. صباح على خير.